مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه نهايه الاسبوع الحياه اليوم. النهارده عندنا ليكم حلقه متميزه جدا. خلوني ابداها بان مصر سلمت رئاسه الكوميسا الى الرئيس الجديد، وفي احتفاليه او القمه ال 22 لتجمع الكوميسا، واستلم رئيس زامبيا لمدة عامين قادمين. وطبعا أثناء التسلم والاستلام اللي بيحصل أن الدولة التي كانت رئيسة للكوميسا بتقدم كشف الأعمال زي ما حضراتكم عارفين، الارتباط مع أفريقيا، التحرك في أفريقيا، دعم الدول الأفريقية، الحديث باسم أفريقيا كان ملف رئيسي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمام مصر في كل المحافل الدولية في الفترات الماضية، ويمكن قبلها كمان. ليس بالضرورة عشان احنا بس في الكوميسا أو كنا ماسكين رئاسة الكوميسا، ولكن مصر أيضا استعرضت رفع حجم التجارة البينية بين دول الكوميسا، وما حققناه من أرقام أنا استعرضت مع حضراتكم بالأمس بعض هذه الأرقام، وأكد عليها الرئيس النهاردة في حديثه أمام كل الدول وكل الممثلين، سواء من رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء أو ممثلين الدول الأفريقية الحاضرين في هذه القمة. خلينا نشوف كلمة الرئيس أو نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة زامبيا لوساكا في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا، وذلك بحضور لفيف من رؤساء وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن قمة لوساكا شهدت قيام السيد الرئيس بتسليم الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى رئيس زامبي هاكيندي هيتشيليما، وتولي مصر منصب المقرر بهيئة مكتب الكوميسا، حيث أعرب المشاركون عن الامتنان والتقدير للإنجازات الملحوظة التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للكوميسا، وما أظهرته قيادة السيد الرئيس للكوميسا من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الأفريقية. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة استعرض فيها أبرز البصمات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية لتجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين. أؤكد تطوري الكامل مع أمن الاستقرار والأمن أمر غاية في الأهمية لدولنا الأفريقية وقارتنا، وعايز أقول لكم أن كل يوم واحد بيضيع على أي دولة من غير ما تعمل من أجل التنمية والبناء والإعمار بيكون له تأثير كبير جدا جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعب هذه الدولة. دايما الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الجانب الآخر اللي هو الصراعات والاقتتال والحروب وإلى غيره. وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا. اللقاء تطرق إلى التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة،
حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في زامبيا، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال، فضلاً عن تعظيم التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي والصحة. عدنا لحضراتكم مرة ثانية. طبعا لازم جدا وانت تتحدث وبتسلم الرئاسة انك انت تقدم زي ما الرئيس عمل كشف باللي احنا حركناه داخل الكوميسا كدولة، وايضا رؤيتنا الى المستقبل حتى يستمر التعاون بين دول الكوميسا. ولكن ايضا احنا اثبتنا، وده كان شيء جميل جدا لما الرئيس النهاردة تحدث عن سد جوليوس نيريري، سد تنزانيا اللي مصر بنته اللي عملوه واولادنا بايديهم هناك، وقال ان التعاون لما يكون تعاون لا يؤذي احدا وان يكون تعاون بتفاهم ده بيضرب مثل على امكانية ان احنا نطور من القارة الافريقية. ما تنسوش ان مصر بدأت عدة ملفات مختلفة لربط أفريقيا سواء عن طريق الطرق والمواصلات أو التجارة بأشكال مختلفة ومكاتب مختلفة ولجان مختلفة بتشتغل على هذا الأمر داخل الكوميسا وأيضا خارج الكوميسا. هنتقل بحضراتكم على طول وشيء أيضا من الشأن الأفريقي، الأكاديمية الوطنية للتدريب عملت جلسة، والحقيقة تحية للأكاديمية الوطنية للتدريب، الجلسة دي للخريجين بتوعها عملتها عبر زوم وغيره وغيره. طب هتقول لي جلسة عن ايه؟ عن الأوضاع وما حدث في السودان ومدى تأثيره على مصر. ده شيء مهم جدا. المهم فيه اللي أنا واقف قدامه إنك أنت رغم إنك أنت دربت ناس وتخرجوا من الأكاديمية رحت عامل لهم عودة إلى التدريب، استمرار في زيادة المعلومة، استمرار في النقاش، استمرار في ربطه ألا تتوقف هنا. أنت مش واقف هنا خلاص، أنت مش اتخرجت وخلصت، لا ده أنا مستمر في أن أنا أديك معلومات زيادة، مستمر في أن أنا أعمل نقاش بشكل زيادة، مستمر في أن أنا أقدم لك الجديد اللي موجود على الساحة. ده معناه أن أنا بحطك على الطريق وبكمل معاك الطريق وانت محتاج انك انت تحصل مزيد من المعلومات. هتقولي الخريجين دول، عايز اقول لكم الخريجين دول منهم نواب محافظين، الخريجين دول منهم اعضاء في مجلس النواب، الخريجين دول منهم في تنسيقات شباب الاحزاب، الخريجين دول فيهم في شباب في كل حته فيك يا مصر وفي مراكز كثيره، منهم الدكتور ومنهم المهندس ومنهم وغيرهم وغيرهم في كل منطقه. فلما كل هذا الجمع يبدأ يبقى عنده هذه المعلومات حول مدى تأثر مصر بالأحداث في تأثير الأزمة السودانية وما يحدث فيها، ده شيء مهم علشان ينظروا إلى الواقع اللي احنا بنمر به. خلينا ناخدكم مرة أخرى ونستمر مع أفريقيا الحياة اليوم. هقدم لكم هنا تقرير دلوقتي عن فعاليات المؤتمر والمعرض الأفريقي الثاني بالقاهرة المستمر، نشوف هذا التقرير ونرجع تاني. في يومه الثالث على التوالي استهل المؤتمر الطبي الإفريقي فعالياته بمذكرة تفاهم بين هيئة الشراء الموحد والمركز الإقليمي للبحث العلمي وتصنيع اللقاحات لتدشين أكاديمية جين فاكس العلمية التدريبية الخاصة بآلية تصنيع اللقاحات محليا، تنفيذا لأحد أهم رسائل الرئيس السيسي التي تنادي بتوطين صناعة الدواء على أرض الوطن. النهاردة الحقيقة يعني في توقيع اتفاقيتين، واحدة خاصة باللقاحات مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع اللقاحات في مصر، ودعم أيضا مؤسسات تصنيع اللقاحات الأخرى واتفاقية أخرى لتصنيع أدوية الأورام في مصر. الحقيقة ده إنجاز كبير جدا. المؤتمر والمعرض دوت بيبعت رسالة قوية بتقول إنه وي كان، مصر قادرة إن شاء الله
وقادرة ان هي تعمل. احنا عندنا دلوقتي المعارض اللقاعات المعارض اللي شايفينها، البوثز اللي شايفينها، الاتفاقيات وقاعات الاجتماعات اللي احنا بنقعد فيها دي على اعلى مستوى عالمي، وده اللي يخلينا ويؤهلنا ان شاء الله ان احنا في المستقبل يبقى عندنا مهب للمعارض الدولية كلها بإذن الله. شراكات متعددة يتيحها الملتقى الإفريقي ما بين المشاركين للمساهمة بشكل فعال في تطوير قطاع الدواء المصري وصناعته، مما ينعكس على القارة السمراء من خلال تقديم أحدث الابتكارات العلمية في هذا المجال. النهاردة وامبارح حجم الزوار بالنسبة لأفريقيا، جالنا ناس من رواندا، جالنا ناس من تنزانيا، جالنا ناس من نيجيريا، تمام؟ ده راجع للشركة المنظمة هات الشراء في حجم المدعوين والزوار والدعاية اللي معمولة للمعرض بره. حاجة بقى مهمة جدا ان ده شجع، احنا كان في، انا كان عندي بيست كير تجارة، قلبت الاصناع من سنتين لما لقيت شغل كده عشان نبدأ نصدق، فخلي ده زود عدد الشركات اللي كانت بتتاجر حتى تتجه للصناعة. سعداء بالمشاركة في الملتقى الطبي الافريقي بنسخته الثانية، على الرغم ان دي السنة الثانية للملتقى، انما الملتقى قدر يثبت اقدامه كركيزة اساسية للعلاقات المصرية الأفريقية وسبل دعم وتطوير الرعاية الصحية على مستوى القارة الأفريقية بصفة عامة. منبر يلتقي من خلاله جميع الخبراء في مجال الرعاية الصحية يؤكد على الريادة والإرادة المصرية التي تستهدف تعظيم التعاون بين مصر وأفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية لأبناء القارة الواحدة. عدنا لحضراتكم مرة تانية. عايز أقول لكم ما زلنا في نفس المعرض وما زلنا نتحدث أيضا عما تعرضه مصر لأفريقيا، إحنا بنقدم إيه لأفريقيا وهذا المعرض، وزي ما أنتم سمعتم هو زائرين من كل الدول الأفريقية. خلينا نشوف هذا التقرير حول مشاركة مستشفى العربي لاستعراض أحدث تكنولوجيا طبية في هذا المعرض، نشوف ونرجع تاني. النسخة الثانية من مؤتمر صحة إفريقيا الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك مستشفى العربي مرة أخرى بالمؤتمر الطبي الأكبر لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي في إفريقيا، بحضور موسع من العاملين بالمجال الطبي وممثلي شركات الرعاية الصحية العالمية، حضروا من 90 دولة وأكثر. الدكاترة المصريين بيروحوا يزرعوا أعضاء في بلاد أوروبية، لأن الكفاءات المصرية أصبحت أعلى من الكفاءات الأوروبية في حاجات كتير. دول الإفريقية دول قادرة على استيعاب العديد من الصناعات الصحية اللي بتنتجها دول زي مصر، خصوصا في مجال الدواء. احنا نقدر نجذب كل او اكتر اشخاص من الدول الافريقيه اللي هي زي ما بقول كده ما عندهمش جميع التخصصات، ما عندهمش نفس الكواليتي بتاعت المستشفيات، تبقى مصر هب للحاجات دي كلها. تاتي مشاركه العربي بالمؤتمر الطبي الافريقي بعد حصول المستشفى على شهاده جي سي اي العالميه في الجوده وشهاده الاعتماد من الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه لتدق بوابه أفريقيا العلاجية بتقنيات مستحدثة، تؤكد على حرص مستشفى العربي على تقديم خدمة متكاملة تساهم في رفع مستوى المنظومة الصحية في مصر وأفريقيا. عدنا إلى حضراتكم مرة تانية. خلوني أقدم لكم وأقول لكم إحنا عندنا إيه النهاردة. الحلقة اللي حضراتكم هتشوفوها دي أنا سجلتها في شبين القناطر في القليوبية. شبين القناطر في القليوبية هي مركز من 10 مراكز موجودة في القليوبية. أنا زي ما وعدت حضراتكم والنهج اللي احنا ماشيين عليه في قناة الحياة والحياة اليوم، أنا بنزل أشوف هو اللي احنا بنسمع عنه بيتعمل فعلا ولا ما بيتعملش. طيب لو بيتعمل هو أثر على الناس إيجابا؟ رأي الناس إيه فيما تم تقديمه لهم؟ أنا هقدم لكم حلقة النهاردة هتكتشفوا فيها أرقام من أهم ما يمكن. أرجوكم خدوا بالكم عشان احنا بنقعد نسأل بعض هي فلوس الدولة بتروح فين. طيب شوف يا سيدي، ميزانية القليوبية كلها كمحافظة ميزانيتها 500 مليون جنيه سنويا. لما دخلت حياة كريمة وبدأوا في المرحلة الأولى بمركز شبين القناطر،
اتصرف على شبين القناطر ومركز شبين القناطر 12 مليار جنيه، يعني 24 ضعف 24 ضعف ميزانية المحافظة تم ضخها، غير أشياء أخرى تمت، ولكن أنا بكلمكم على الأرقام. طب الـ 12 مليار جنيه دول الحدوتة عاملة إزاي؟ هتفاجأ أن أنا بعد ما كنت بروح أشوف مراكز صحية أو كذا وكذا، أن أنا أكتشف فجأة كده فجأة أن في مستشفى مركزي جديد بيتبنى في شبين، وطالع في شبين القناطر المركز يعني مستشفى مركزي، يعني ايه؟ انا بكلمكم على اكتر من 100 وحاجه سرير، 180 او 200 وحاجه سرير، وده مستشفى عام لكل الناس على اعلى مستوى وعلى ارقى مستوى، وعلى 5 فدان، وجنبه مستشفى تمريض، وجنبه بنك دم، وجنبه بنك بلازما من اللي احنا بنعمله جديد وينشأ من اول وجديد. مش فقط ان هم بيغيروه، هتكتشفوا ان انا رحت مركز شباب في قرية الأحراس فأفاجأ، جميل جدا وشباب بيلعب كرة. أنا حبيت أسجل مع شباب على فكرة، أنا تحية ليهم، قال لي معلش عمو احنا عندنا ماتش حامي قوي، استنى شوية عشان احنا مغلوبين وعايزين نكمل الماتش بتاعنا. تخيلوا الحلاوة بتاعت ان انت في قلب قرية من المرحلة الأولى واشتغلت. اتفرجوا على مركز تنظيم الأسرة، اتفرجوا في مركز الشباب لما لاقي بالتعاون مع دولة الإمارات مركز التخاطب المخصص للناس اللي عندهم بعض الإعاقات ذوي الهمم، فرحت واستأذنتهم. شوفوا الجمال لما يقولي بعد إذنك احنا مش هنصور الأطفال، عايز تصور مع أهاليهم استأذن الأهالي. فاستأذنت الأهالي وعدت أوريكم لما تعمل ده إزاي بتروح لواحدة ست كانت محرومة وكانت سايبة ابنها ومش قادرة تعمل له حاجة لأن مش قادرة تدفع فلوس عشان تعالجه، فيجي لها المركز على بعد 100 ولا 200 متر من بيتها أو من قريتها أو حاجة كده، ويبدأ مجانا يعالج الولد، فينطق الولد وتنطق البنت ويتحركوا. هي دي الحياة الكريمة، هي دي الحياة اللي احنا بنسعى إليها، هو ده اللي احنا طلعنا في 30/6 وكنا ننتظره. عارف ان هناك الكثير من المشاكل، انا عارف والله، بس انا بحب اوريك ان الحمد لله هي بتنور شوية، ولسه في اشياء اخرى وملفات مستمرة. هسيب حضراتكم مع تقرير للتحالف الوطني للعمل الاهلي، كنت بكلمكم بالامس عن مبادرة ازرع في المنيا. شوفوا التقرير ده، شوفوا المنيا فيها ايه، ثم نعود بكم الى الاليوبية. حياة كريمة الحياة اليوم. بعد تحقيق أهداف مرحلتها الأولى، ها هو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ازرع بمحافظة المنيا، بحضور أكثر من 12,000 من صغار المزارعين المستفيدين من مرحلتها الأولى من محافظة المنيا ومحافظات الوجه القبلي، بالإضافة إلى مستفيدي المرحلة الثانية. انتهينا من الموسم الأولاني، والنهارده باذن الله هنطلق المرحله الثانيه، وهي زراعه 1,000,000 فدان وخدمه 500,000 فلاح في 14 محافظه من اول اسوان لغايه البحيره. تم تنفيذ المبادره دي الموسم اللي فات ده، والحمد لله الانتاجيه زادت، ولسه مستمرين لتدريب العديد وباقي المزارعين باذن الله، وكل سنه في توسع اكتر باذن الله. المرحله الاولى كانت مرحله ممتازه جدا، اشتغلنا فيها مش بس المرحله كلها على مستوى كذا محافظه، مبادره كبيره خدمت مجموعه كبيره من الفلاحين، نتمنى يكون في مبادرات بالشكل ده كتير. المبادره في مرحلتها الاولى تمت في 300 قريه في 8 محافظات موزعين ما بين الوجه البحري والقبلي، وتم تقديم الدعم الفني لصغار المزارعين من خلال مدارس حقليه بشكل دوري معهم، وهو ما يسعى التحالف للاستمرار في تطبيقه في المرحلة الثانية. أحلى سيدات وأحلى مزارعات، عبير طلعت خلف قدمت لنا تجاول قمح مصر واحد بنصف الثمن، دي المرحلة الأولى. بعد كده بدأت تتداوم معنا بالدعم الفني، كان يجي المهندسين ويتابعونا في الحق ازاي نزرع عن طريق المصاطب، وازاي نزرع عن طريق البلنتر، زرعنا القمح بالبلنتر. طبعا احنا السنه دي زرعنا اكبر كميه قمح من قمح مصر واحد، وكانت الانتاجيه عاليه وكان الفلاح مبسوط والحمد لله. المرحله الاولى نجح، لان انا لما كنت عندي الفدان بيجيب 25 اردب، فالمرحله الثانيه لازم احط ايدي عليها وامشي معاهم.
المبادرة ساهمت في زراعة نحو 150 ألف فدان إضافية من محصول القمح من خلال التعامل مع 100 ألف مزارع صغيرة والذين يمتلكون أو يؤجرون 3 أفدنة أو أقل، والتركيز على المزارعين الذين لم يكن في خطتهم زراعة القمح. متابعتنا مع حضراتكم من قرى كتير ومراكز كتير في أنحاء الجمهورية، كنت بقدم لكم مراكز خدمة المواطنين اللي بيتم بنائها أو الاستعداد علشان تقابل المواطنين. احنا النهاردة بقدم لكم مركز من دول، ولكن المركز من ده بعد ما بدأ فعلا في خدمة المواطنين وبدأ ان هو يشتغل وانتقل إليه الموظفين بالفعل وبدأ ان هو يتحرك وبقاله عدة أشهر في هذا الأمر. أنا في مركز شبين، مركز خدمة المواطنين. انت بتدخل تشوف انت عايز ايه، بتاخد رقمك، بتخش على الشباك وتبدأ تتعامل مع الموظف اللي موجود علشان تقول له انت ايه خدمات اللي انت عايزها او اللي انت طالبها او المعلومات اللي انت محتاج لها، وبتسدد كل الاموال او الفلوس اللي مطلوبة منك في الخزنة في نفس المكان، وبيقول لك تيجي امتى تاخد الورق بتاعك. خلوني اتعرف على بعض اللي بيستخدموا هذا المكان. ازيك يا حاج؟ مساء الخير. الله يخليك. الله اتعرف على حضرتك. حسن اسماعيل حسن زغلول. حاج حسن ازاي؟ الله يخليك يا باشا. ربنا يخليك. انت جاي هنا ليه؟ جاي مقدم طلب بان بيقولوا لي بيتك في املاك دوله. تمام. طبعا معايا عقد صحه توقيع ان بيتي املاك خاصه. كويس. كل شويه شيعوا لي اعلان بان انا عندي املاك دوله. فانت جيت علشان تخلص الملكية وتخلص قالوا جيت امتى هنا؟ امبارح. حلو. قالوا لي تيجي بكرة تاخد الرقم. خلاص، يعني انت قدمت ورقة. قدمت ورقة وصور العقد. يبقى كده عندك رقم بيقول ان انت قدمت الورق وما يثبت الحدوث. لو ما كانش المركز ده موجود كنت هتضطر تروح فين؟ طبعا اروح فين؟ مش لاقي حتة، لا اروح بنها بقى. انما دلوقتي بوجود المركز ده وفر عليك. وفر طبعا عليا كتير. وبعدين هم قالوا لي ان احنا هنقوم مساحه من بنها. يعني انت هتقعد في بيتك خلاص ومعاك الرقم ان انت قدمت الورق بتاعك. قدمت الورق. وبنها هي اللي هتبعت حد من المساحه يشوف الحدوته. يشوف يفصل حد. فصل حد. يفصل فصل حد اللي املاكك من املاك الدوله. بس. ايه هي. بس كده. بس كده. غير كده كنت هتعمل ايه بقى لو ده ما كانش موجود؟ ما كنتش هعمل، مش هعرف اعمل حاجه. ليه؟ ما هروح فين واجي منين؟ كنت هتقعد تلف كتير يعني. ما هقعد الف كتير، مش هعرف اعمل حاجه خالص. اتعرف على حضرتك. ياسر ابراهيم عبد الحميد. اهلا بيك. جاي ليه؟ بعمل رخصه محل. رخصه محل. اجدلها في شبين. لا، انا من الحراز، جيت هنا شبين عشان اجدلها. عشان تعملها هنا على بعد قد ايه يعني؟ بقالي 10 ايام. قدم الورق وخلاص، وجات لي رساله على التليفون. انت جاي تستلم يعني؟ جاي اشوف ايه اللي تمت يعني. يعني خلصت يعني؟ جاي اشوف ايه اللي تم فيها. وقدمت على ورق بتاعك وكده قبل كده؟ لو كنت عايز تقدم على ورقة رخصة كنت هتروح فين؟ ما هو ما كانش فيه الا هنا في شبين، بس ما اعرفش اللي في بنها ولا هنا ولا فين. ما تعرفش؟ لا. انما الوقت المركز ده وفر لك؟ ما حدش لففك السبع دخات؟ ما لفتش كتير؟ لا. ايه؟ جبت الورق وجبته هنا وخلاص. وخلاص كده؟ يعني انت جيت قلت لهم عايزين ورق ايه؟ ولا انت كتبوا لي عليها وجهزته كله وجبته له وسلمته. ودفعت فلوسك هنا؟ كنت دافع فلوس في الخزنه. دفعت فلوس في الخزنه. وتيجي هنا تستلم رخصتك؟ خلاص كده يعني. كده بالنسبه خلاص. لك. طب ايه رايك في يعني المركز عموما كده؟ لا، حاجه 100 100. عجبك؟ 100 100. بيتعاملوا معاك سريع، بيفهموك؟ ما حدش عطلك يا حاج؟ لا، ما حدش عطلني. هم قالوا لي بقى امبارح، قالوا لي هنخلص لك الجواب. خلصوا لك كل الورق يعني؟ تيجي بكره تاخد الرقم. بقول له هاخد الجواب. قالوا لي لا، هتاخد رقم بس. هتاخد رقم. يعني قال لك لا، مالكش دعوه بالجواب، احنا هنبعته لبنها. قالوا مالكش انت دعوه بقى، احنا خدوا صور الورق. يعني انت ورقك كله خلص في يوم واحد؟ امبارح. على طول. طيب،
وانت كذلك خلصت في هو يوم قالوا لك عايزين الورق الفلاني جبت له الورق جبته كله وقدمته خلاص. بشكركم جدا شكرا لوقوفكم معايا. خليني اتابع معاكم هذه الرحله نشوف التاثير ايه الانعكاس ايه على المواطن اللي بياخد الخدمه او الخدمه اتقدمت له في الحياه اليوم. وانا في قرية الاحراز قلت اشوف زي ما قلت لكم القرية دي من اوائل القرى اللي اتعملت كنموذج من كل محافظة كانوا واخدين قرى كده وبدأوا يعملوا فيها نماذج فاتبنى فيها مركز الشباب وبدأ يشتغل. وعادة واحنا ماشيين بالكاميرات بتاعتنا بتكون نازلين محددين احنا عايزين نعمل ايه او رايحين فين، ولكن فجأة بيظهر لك حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها، ولكن هي خدمات تقدم وفجأة تلاقي ناس كتير جدا مقبلة عليها بسبب الانشاء. ومن ضمنها وفي قلب مركز الشباب في الاحراز المركز بتاع التخاطب، مركز للتخاطب، مركز متخصص اصبحت الاهالي تقدر تجيب اطفالها ليه علشان يتعلموا التخاطب او يتعلموا الحركة، يتعلموا حاجات كتير سواء بقى من المعاقين او اللي بيحتاجوا ان هم يتحركوا او اللي ليهم مشاكل في التعليم او التأخر او السمع او غيره. انا قررت ان انا اقدم لكم هذه الصورة واسمحوا لي اقدم لكم سواء الامهات او القائمين على هذا المركز. مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور، على محمد. اتعرف على حضرتك. انا زينب ابو شيمة. اهلا بيكي. حضرتك مديرة هنا في المركز؟ المركز اخصائية تكامل حسي. اخصائية تكامل حسي تبع مركز تخاطب الاحراز في الاحراز. يعني قرية فيها مركز تخاطب، مش المركز كمان، لا ده القرية. قرية وهي بتخدم يعني قرى كتير او بتخدم المركز، خصوصا ان العمل ده مجانا. المركز ده انشئ امتى؟ انشئ شهر السنه اللي فاتت، شهر 6. بقاله سنه. كده انا سمعت ان انتوا هتحتفلوا الشهر ده باذن الله. فعلا نعمل احتفال ان شاء الله مرور سنه ان شاء الله على افتتاحه. انت خريجه ايه؟ انا خريجه ليسانس اداب جامعه عين شمس، علم اجتماع. ودراسات بعد كده علشان تبقي متخصصه؟ طبعا. خدت ماجستير وخدت دبلومه، خدت دبلومه تخاطب وخدت كورسات كتير ودبلومات طبعا كتير في التربيه الخاصه وفي صعوبات التعلم وفي التاهيل ذوي الهمم، وخدت في التوحد يعني دبلومات كتير في التوحد. الاوتيزم. الاوتيزم. طيب لما قالوا لك هتتعيني هنا في القريه دي حسيتي بايه؟ انت ساكنه فين؟ انا من الحراز، من هنا البلد. من هنا؟ طب يعني انت متعينه جنب البيت يعني؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب قولي لي، وهو يعني حتى لو جيت اصلا من يعني مش من البلد، من هو ده عمل انساني قبل ما يبقى اي حاجه تانية. ايوه انا يعني أنا, أنا, انا انا اللي واقف قدامه، ان انا لم اكن اتوقع ان انا الاقيه هنا، وما كنتش اتوقع ان انتوا عندكم ده، انتوا عندكم حجوزات كتير وامهات كتير. أكيد. موجودين، اطفال خلصوا واطفال داخلين ومواعيد. طبعا. قولي لي بتخدمي على كم طفل، كم اسره؟ الامهات عرفوا بيكوا ازاي؟ احنا عندنا هنا شغالين حوالي 70 حاله. الجلسه طبعا كل واحد بميعاده، يعني كل واحد مفيش هيصه زي ما حضرتك شفت كده، يعني كل واحد بيجي على جلسته يخلص الجلسه ويمشي. ايوه. ايه الجلسه؟ يعني انا لاحظت ان الجلسه بتبقى اخصائي. انا دخلت الغرف سريعا كده وهنحاول نلقط يعني منها حاجات بسيطه عشان ما طبعا ما ينفعش ان احنا نصور الاطفال. انا فاهم كويس قوي. ولكن ايضا انا لاحظت ان انت الاخصائي قاعد منه للطفل. طبعا. يعني هي جلسات فردية. ايون. كلها بتبقى كده. مفيش، هي جلسات يعني فردية. يعني مش اربعة مع بعض. لا مفيش الكلام ده خالص هنا. هي جلسات فردية، كل طفل بيجي بيدخل مع الاخصائي. احنا عندنا في اخصائي تخاطب، عندنا تنمية مهارات، عندنا التكامل الحسي. يعني ايه تكامل حسي؟ تكامل حسي يعني هو نقص بيبقى في الحاسه بتاعته، يعني في الحواس عندنا الخمسه.
هم اكتر من خمسة. مثلا العضلة احنا عندنا الاجهزة ما شاء الله الاوضة متكاملة، يعني في اجهزة فيها كتير، يعني بتخدم بقى الاطفال ديت، يعني نشوف عنده ايه المشكلة فيه. احنا بنعمله الاول تقييم طبعا، فبنشوف ايه المشكلة في الحاسة دي نفسها وبنبدأ نشتغل عليها. انت النهاردة بتخدمي كم اسرة؟ عندك كم طفل مسجلين؟ مسجلين عندنا حوالي ممكن 80 طفل. 80؟ 80 طفل. طب الناس دي كانت بتاخد خدمتها منين قبل كده؟ هي في اللي كان مقتدر كان ممكن يروح مركز تخاطب خاص. ايوه خاص. فين بقى؟ بيركب لها مواصله او مواصلتين، يعني احنا هنا في البلد ما فيش خالص ده. وفي اللي مش مقتدر كان هو امرنا كده، يعني احنا نقعد بقى وخلاص وما نوديش ولادنا ولا بيروحوا مدارس ولا بيروحوا في حته ولا حتى المدارس، يعني اللي بتخدم الحالات ديت بعيده جدا. انا بشكرك على المجهود اللي انتم بتعملوه وعلى انكم خليتونا النهارده نسجل. شكرا لحضرتك. اتعرف على حضرتك، اسمك ايه؟ امل محمود. استاذه امل، انت ليكي اطفال هنا؟ ايوه. باسم. باسم، باسم عنده قد ايه؟ 7 سنين. ايه مشكلته؟ ما بيقدرش يتكلم، عنده انا كشفت على حضرته عنده هرموناته عاليه، وما بيقدرش، عنده حروف طايره بقه، مش بيقدر يتكلم. ما بيتكلمش. كويس. وهرموناته عاليه، يعني ايه هرموناته عاليه؟ يعني الهرمونات اللي عنده ديت، ما يعني ايه، بيتنرفز بسرعه، ما بيتكلمش قوي، يعني مش عايز يتعامل معاكوا، يعني معنى صح، يعني نقول له يعني مخه عافي، يعني عامل زي اللي مخه عافي، يعني ايه كل ما نقول له على حاجه لا، يعني تمام، عصبي. عرفتي بالمركز ده ازاي حضرتك؟ انا سالت وقالوا لي في تخاطب مجانا، وحجزت وقالوا ميعاد الحجز، ربنا اراد، واتصلوا بيا قالوا تعالي. وجيت. بقالك قد ايه معاهم؟ بقالي كده شهرين. في فرق في ابنك؟ الحمد لله. بقى يتكلم. في حروفات كان طايره منه، بقى يتكلم معاه، والحمد لله ربنا في تحسين معاه، الحمد لله رب العالمين. بياخدوا منك حاجه ولا لا؟ ولا ياخدش منه جنيه. كله بلاش. قبل كده كنت بتوديه فين؟ صراحه ما كنتش بوديه، عشان ظروفي دي كانت تعبانه وكده. كنت الحمد لله سالت على المجانا، لما لقيت ربنا سبحانه وتعالى قالوا ده في الحراز حاجات مجانا. دخلتي مدرسه ولا ما فيش؟ ايوه، ده في ثانيه، رايح ثالثه ابتدائي. رايح ثالثه ابتدائي. ايوه. طيب ده شيء جنب، بينجح ولا بيتعبك برضو؟ انا صراحة عامله له دمك. وماشي معاه يعني؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اتعرف على حضرتك؟ مدام هلاء شوقي. قولي لي ايه الحالة اللي معاكي، وبقالك هنا قد ايه؟ بقالي هنا 10 اشهر. 10 شهور. يعني تقريبا من ساعة ما بدأ المركز يفتح. من شهر 7 اللي فات. ايه الحالة اللي عندك؟ او اللي معاكي؟ عنده كهربا زيادة، وعنده عدم تركيز وانتباه، وصعوبات تعلم برضو. هو دخل دلوقتي اولى اعدادي، وعامله له برضو دمج، بينجح كل سنه بالدمج ده. بالدمج اللي انتوا بتعملوه طبعا مع وزاره التربيه والتعليم، وشغالين بيه. طيب بس قولي لي، قبل ما تدخليه هنا واضح ان هو مشي في الدراسه، يعني هو دلوقتي في اولى اعدادي مش كده؟ داخل اولى اعدادي. قبلها كنت بتوديه فين؟ بتعملي معاه ايه؟ كنت بوديه مركز تخاطب في شبين. في شبين. كويس. فبتركبي عربيه عشان بركب تروح؟ عربيه واروح وادفع له اخر الشهر 300 جنيه وادي المركز. كنت بتدبري فلوس عشان ده مركز خاص يعني؟ طبعا. كان بيفرق معاه شويه؟ والله هنا برضو زي المركز اللي هناك، وهنا ناس محترمه وكويسين وشغالين معاهم بما يرضي ربنا وكل حاجه. وفرق معاكي التعليم؟ أيوة. معاه؟ ايوه. هو مشكلته بس ان هو عنده صعوبات تعلم، يعني قليل التركيز، ما بيركزش كويس خالص، وحركته كتيره. عشان عنده كهرباء زياده، ولسه عامله له عمليه من حوالي 2 شهر في المخ. فرق معاك وجود المركز هنا؟ بتيجي كم مره في الاسبوع؟ باجي يومين في الاسبوع. يومين؟ ساعه وساعه مثلا، ولا بتقعد نص ساعة؟ نص ساعه. هو ما يقدرش يركز اكتر من كده معاهم؟ هو عشان بيتحرك كتير، فرط حركه. فبيجي ونص ساعه. وبينبسط لما بيجي بقى؟ عارفهم طبعا، بينبسط. تمام. بشكرك جدا. شكرا. اتعرف على حضرتك. اسمي دينا. دينا، اهلا بيك يا استاذه. قولي لي، مي عامل لها زرع قوقعة؟ مي دي بنتك؟ بنتي في سنه ثالثه ابتدائي، وعامل لها دمغ، وعامل لها زرع قوقعة. عندها كم سنه؟ هي في سنه ثالثه. ثالثه ابتدائي هي. عندها كم سنه؟ سنها 9 سنين. كويس. وعملت لها زرع قوقعة على نفقه الدوله.
على نفق الدولة. وقدرت وعملت العملية ونجحت العملية. عملنا العملية ما كانتش بتتكلم خالص. كانوا يعني العيال بيعيروا يقول لها يا خرصة. كانت بتفضل تعيط كده وتتركن على جنب. وبعدين لما عملنا العملية اتكلمت بدأت تقول حروف يعني. وأنا كنت بديها تخاطب في جبين. في نص ساعة ب 30 جنيه. نص ساعة؟ كنت بتضطر تدفعي المبلغ دوت؟ والله كنا بندبره والحمد لله برضو كانت بتمشي. أول ما فتحوا كده كانوا عاملين جروب وكده وبقينا بقى جوزي يعني متعلم يعني وعندنا نت وكان بيشوف يعني وكده. يعني انتوا عرفتوهم عرفتوا مكان المركز ده عن طريق النت؟ ايوه جوزي وقال لك تعالي ده في مركز فتح جديد وحجزنا وعملنا وبقينا ماشيين معاهم. ما كانتش بتتكلم خالص. دلوقتي تقول لها انت اسمك ايه؟ تقول اسمها بالكامل. انت في سنه كام؟ تقول انا في ثالثه. داخله كام؟ تقول لك رابعه. اسمك ايه؟ اسمي مي. يعني كانت ممكن تخرج كده كانت تتوه في الشارع مش عارفه. كانوا العيال يضربوها مش عارفه. دلوقتي تشاور على اي حد وعارفه كل حاجه وبجد هنا ممتازين جدا وبتتكلم وكده وبتاع. الله اكبر. بيدوها بناخد يومين في الاسبوع نص ساعه وساعه. ودلوقتي بتحب تيجي هنا قوي تفضل تعيط عشان تيجي. عايزه تيجي. احنا اتاخرنا النهارده الساعه خرفت معانا فجينا ودخلت مصممه انها تخش وفعلا بجد ادوها يعني ربنا يبارك لهم. ما رجعهاش برده وزعلوه دخلوها وادوها حصتها. بجد هنا هم ممتازين بجد الله يبارك له. عايز اسال حضرتك في كم اخصائي شغالين في المركز هنا؟ احنا هنا حوالي 5 اخصائيين. 5؟ وشغالين على طول وكده من طول اليوم. شغالين من الساعه 9 للساعه 2 كل نص ساعه جلسه. في حالات بتحتاج ساعه او ساعه ونص دي يعني بتاخد تخاطب تنميه مهارات تكامل حسي. تخلص الجلسه دي تدخل على الجلسه اللي بعدها تدخل على الجلسه الثانيه. وفي الحالات بقى اللي هي محتاجه جلسه واحده زي التخاطب مثلا دي ما نشتغل ما بتقدروش تزودوا الوقت بتاع عشان يستوعب. حاله الاسره بتكون عاملة ازاي لما بتجيب لك الطفل؟ لان هو انت بالنسبة لهم الاشياء اللي بتعلقوا بيها. اكيد في الاوتيزم او في التوحد كان الطفلة او الحالة اللي عندك. انا عارف انك احنا مش هنصور حالات عشان خصوصية الحالات والاطفال. بتكون عاملة ازاي الاسرة؟ حالتها عاملة ازاي الطفل او الطفلة حالتهم عاملة ازاي؟ هي بتبقى النفسية طبعا يعني نفسيتهم متدمرة يعني احنا شغالين برضو نفس يعني الحالات كل يوم اولياء الامور يجي تحصل معانا. احنا عاملين ليهم جروب يعني اي حاجه هم شافوها على الطفل او اي حدث جديد يبعتوا لنا احنا نتعامل ازاي مع الطفل. في حاجه حصلت جديده. لا ثانية واحدة. موقف جديد. ثانية واحدة. انتوا عاملين ليهم جروب؟ يعني ايه؟ يعني كل حاله عندك عاملين لهم جروب على الواتساب. لو في اي مشكله تغيير ما بيجوا عندنا هنا المركز لو في اي نقطه او اي حاجه يعني يقدر يتواصل معاكي حتى طول الاسبوع في اي وقت. في اي وقت الطفل حصل له كذا او بدا يعيط او كسر حاجه بتعملوا كده؟ طيب تمام. اكيد يعني احنا شغالين معاهم يعني وهم احنا معتبرين ان احنا كلنا اهل الصراحه يعني. وبعدين مش كل الحالات من البلد يعني في حالات بتجيلنا من مراكز ثانيه يعني مش مركز شبين بس. احنا على مستوى مركز شبين فهم بيقولنا يعني كل كرة مركز شبين وهي خارج المركز كمان. كويس. فظروفهم بتبقى صعبة يعني ما صدقوا يعني حاجة يعني مكان وهو ده حقهم علينا يعني مكان. طبعا انا مؤيد ده. ولكن قولي حكي الاوتيزم التوحد الدرجات المختلفة اللي انت بتتعاملي بيها ايه؟ لا احنا عاملين برامج وعاملين اهداف بنمشي عليها طبعا يعني كل اخصائيه معاها الحاله بتاعتها عاملين لها اهداف معينه يعني تخلص الهدف نشوف الهدف اللي بعديه لحد ما نحقق الاهداف. بنعمل اختبارات ذكاء عشان نشوف ايه اللي وقع فيه او ايه اللي ناقص فيه كل الحالات يعني وشغالين يعني. بشكرك جدا على مرة تانية وبشكر حضراتكم كلكم على وجودكم معايا. شكرا. نشكر يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من قام على هذا العمل الصراحة. احنا بنشكر كل من يحاول ان يقدم حياة افضل للمواطن المصري. جزء من حقوق الناس علينا، جزء من حقوقهم اللي احنا لازم نتوسع في تقديمها
ونضمن ان احنا نقدمها ونوصل لهم بالخدمة لغاية مكان احتياجهم. تستمر زيارتي مع حضراتكم في النهاردة ومتابعتنا سواء في القرية او في المركز في شبين، ونتابع مع بعض انت بتأثر على حياة الناس ازاي، بيتقدموا ازاي، ويستقبلوا الخدمات ازاي الحياة اليوم. عادة بوريكم مباني اتبنت في حياة كريمة. انا قلت النهاردة احنا في شبين القناطر لازم اوريكم الحاجات اللي خلصت واشتغلت، بس في مبنى لسه بيتبنى. ويمكن ضيفي في هذه الفقرة كان مفروض اقابله في مكان تاني، ولكن انا اصريت ان انا اقابله هنا. ليه؟ لان المبنى ده يمكن هو الوحيد في كل قرى حياة كريمة في كل المحافظات في المرحلة الاولى ليه حالة خاصة، حالة خاصة وميزانية خاصة أيضا. اسمحوا لي أرحب بضيفي في هذه الفقرة أستاذ خالد العرفي، رئيس مدينة ومركز شبين القناطر. أهلا بيك معايا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أنا واقف فين وإيه المكان ده وإيه اللي بيميز المكان ده؟ لأن أنا ما صدقتش لما أنت حكيت لي، فقلت لك لا ورهوني. إحنا في مدينة شبين القناطر في موقع بناء المستشفى المركزي. المستشفى المركزي بيخدم المدينة والقرى. مركز ومدينة شبين القناطر بيتكون من 36 قرية و 148 عزبة وتابع. عدد السكان يقارب 3/4 مليون نسمة. هذا المستشفى العملاق بتكلفته واعتماداته الكبيرة لم تبخل الدولة لا بمساحة الأرض اللي بتفوق 5 فدادين، وكم الاعتمادات او حجم الاعتمادات الماليه المرصوده للمشروع حوالي 1,200,000,000. كويس، انا عايز اقف هنا بقى معلش. عاده في كل قرى حياه كريمه وكده بنلاقي مراكز طبيه، بنلاقي حاجات صغيره، ما بلاقيش مستشفى مركزي. يعني حياه كريمه ممكن تطور في حاجه، انما هنا ده بيبني من اول وجديد 5 فدان في قلب وسط المدينه، مش كده؟ وميزانيه بهذا الحجم ازاي ومن الذي قرر؟ قطاعات المبادرة تقريبا في كل قطاعات البنية الأساسية حوالي 30 قطاع تقريبا، إنما في القطاع الطبي له ميزة خاصة. الدولة بتوجهات القيادة السياسية بتدي نوع من الاهتمام الشديد للقطاع الطبي أو قطاع صحة المواطنين، استكمالا لما تم من مبادرات رئاسية زي مبادرة مليون صحة. إنما التخطيط للمستشفيات المركزية بالمكونات الوظيفية وأنواع الخدمة اللي بتقدمها ده غير موجود بالمستوى الطبي اللي موجود العادي عندنا. المستشفى الشامل أو المستشفى العام مكونات الوظيفية في المستشفى المركزي اللي احنا شايفينه مش موجودة في المستشفى العام، زي البنك الدم والبلازما الأقسام العناية المتقدمة. انت هنا بيتم إنشاء بنك بلازما، بنك دم وبلازما موجود هنا في المكونات المستشفى الجديد بإذن الله. وإيه كمان؟ وعندنا الأقسام اللي تم أو الموجودة في المكونات الوظيفية اللي بتقررها وزارة الصحة في المستشفيات المركزية غير موجودة في المستشفيات العامة، زي العناية المتقدمة والحروق والمناظير، دي غير موجودة في المستشفيات. يعني المستشفى العام اللي كان موجود عندك انتوا قررتوا لا ما نطوروش، احنا نبني حاجه دنيا ضخمه جدا، مش كده؟ زي ما اشرت ده ضمن توجيه القياده السياسيه للاهتمام في كل قطاعات المبادره وعلى راسها القطاع الطبي او القطاع الصحي. المستشفى المركزي بالتوازي مع المراكز الطبيه والوحدات الصحيه اللي بتلاقي منظومه التامين الصحي الشامل اللي بجاري انشائها، وانت هنا من كثير منها في كرة مركز شبين بالفعل. طب استاذ خالد ايه عندك تاني هنا؟ ليه 5 فدان؟ ايه اللي موجود تاني جنب المستشفى؟ التخطيط للمستشفيات المركزية تصميما وإنشاء من جهات يعني على قدر كبير من الكفاءة والمقدرة إنها تحط نوع من التصميم. هذا التصميم اللي بيتلائم مع المساحة أو المطبق على المساحة اللي أنا أشرت لها حوالي 21,000 متر مربع. المبنى مكون من عدة مباني، مش مستشفى مبنى واحد. أنا عرفت عندكم هنا كمان مدرسة أو 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 كلية أو حاجة عندكم هنا. إيه؟ مدرسة للتمريض إن شاء الله. مدرسة التمريض بإذن الله هنا وتنشأ هنا بإذن الله. تمام، وإيه تاني؟ ومكان لإقامة الأطباء زي ما قلت. المستشفى المركزي بيتكون من عدة مباني،
المبنى الرئيسي اللي فيه العيادات وفيه الوحدات العمليات، عندنا مدرسة التمريض، عندنا بنك الدم والبلازما. عدد الأسرة طبعا حوالي 375 سرير، يعني اتضاعفت الخدمات الطبية ثلاث مرات تقريبا على الوضع العادي. المستشفى القديم كان عدد السراير فيه قد ايه؟ يعني حوالي 84 سرير. 84؟ اه. فالرقم الجديد 375 اتضاعفت اربع مرات تقريبا. ده والقديم هتهدوه ولا هترمموه ويستمر في العمل؟ طبعا بالتوازي جاري تقديم الخدمة الطبية لم تنقطع عن المواطنين بمركز مدينة شبين القناطر من خلال المستشفى العام أو المستشفى الشاملة. إن شاء الله بعد ما يتم الانتهاء من المبنى المستشفى المركزي في تخطيط على مستوى عالي لاستغلال الأرض للمستشفى الشاملة أو عن طريق البروتوكول المعقود مع وزارة الصحة إن شاء الله. هنتقل بيك بقى الحياكري، أنت بقالك كام سنة ماسك رئيس المدينة؟ حوالي سنتين. سنتين. الحال كان عامل ازاي من سنتين وعامل ايه دلوقتي؟ وانت في بدايه كلامك كده قلت لي انا عندي 30 قطاع فيهم شغل. الحال كان عامل ازاي من سنتين؟ ميزانيتك قد ايه وبتعمل ايه دلوقتي؟ لو حضرتك في الوضع العادي بتتكلم عن مركز ومدينه، الاعتمادات الماليه بالخطه الاستثماريه السنويه حوالي 10 مليون، احنا بنتكلم دلوقتي في حاجه 10 مليون اللي هو الوضع العادي. انما احنا بنتكلم دلوقتي في وضع يفوق 10 مليار جنيه، فكم المشروعات. لا ثانيه، انت بتقول لي من 10 مليون ل 10 مليار جنيه ميزانيات شغل؟ ال 10 مليون كانوا بيعملوا لك ايه؟ يا دوبك يعني في الخمس برامج بتوع الاداره المحليه، الرصف وتدعيم الاناره والنظافه. انما احنا بنتكلم النهارده، وعشان كده اسمه المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، احنا بنتكلم في عدد سكان زي ما قلت يزيد عن 700,000 مواطن بالمدينه والقرى. لما تيجي المبادره الرئيسيه وتغير هذا الحال، مش عايز اقول لفظ كبير قوي، بتنقلنا من العصور الوسطى لعصر الجمهوريه. ايوه بس ده انت على بعد نص ساعه من القاهره، ده انت على بعد ساعه من القاهره. انا كان نفسي قعدت قد ايه تستنى ان في تطوير يحصل؟ مصداقا اللي انا بقوله، انا عايزك تشوف صور قبل وبعد حياة كريمة. احنا بنتكلم في 36 قرية و 148 تابع. ال 36 قرية تقريبا كل شيء بيتعمل، زي ما قلنا في عدد كبير جدا من القطاعات شغالين فيها، من اول تبطين الترع وتغطية المصارف للقطاع الطبي، اقامة الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحديثة اللي بتلائم منظومة التأمين الصحي الشامل، مراكز الشباب والرياضة، الملاعب، القطاع الابنية التعليمية سواء من احلال وتجديد ورفع كفاءة وانشاء حديث حوالي 84 مدرسة، الوحدات الاجتماعية، وطبعا درة الادارة المحلية، المجمعات الخدمية الحكومية الحديثة اللي هتقدم تقريبا كل الخدمات. المواطن بدل ما كان بيتنقل من القريه يجي للمدينه، النهارده عنده هيبقى موجود هناك مكانه السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن، بالاضافه يعني للمحلية. في نقله نوعيه في تقديم الخدمات. طيب الناس بقى، اعاده تثقيف الناس عشان نحافظ على اللي احنا بنبنيه، هتعمل ازاي ده؟ هياخد منك قد ايه؟ المواطن شايف بعينه ما تقدمه الدوله له من خلال حياه كريمه. ده أدى على أرض الواقع لحالة من الرضا والحالة من تعديل السلوك، حتى الوضع القديم اللي هو اللي كان المصارف اللي بترمى فيها المخلفات والصرف الصحي السلبي، النهاردة الكلام ده يكاد يكون هينعدم إن شاء الله وهو في سبيله للانعدام. المرافق الأساسية لما دخلت القرى على رأسها طبعا الصرف الصحي مع مياه الشرب والكهرباء وخدمة المصرية للاتصالات، كابلات الفايبر، الانترنت الحديث، كل ده بيؤدي الى تعديل سلوك المواطن. الرؤية البصرية الجمالية اللي حضرتك هتشوفها يعني من خلال حتى المباني الحديثة اللي تم انشائها في القطاعات ديت، وصولا للمواقف المطورة، الاسواق النموذجية المطورة، هذا الامر يعني مردود على ارض الواقع، بيؤدي من نوع من الرضا ونوع من تعديل السلوك. نتمنى هذا. بشكرك شكرا جزيلا على لقائك وعلى المجهود اللي انتم بتعملوه في التطوير، وحنكمل في هذه المنطقة وحنكمل في شبين وحنطلع على القرى الأخرى. عايز أقدم لكم صورة، لما تكون مركز ومدينة بكل توابعها، خدوا بالكم ان انتوا بتتكلموا على مراكز أخرى حواليها ومدن أخرى وقرى أخرى، انتوا بتتكلموا على محافظة تقيلة جدا، ولكن هي أخدة ميزانية ودول هيخشوا بقى بعد كده أيضا فيهم تطوير في المراحل التانية. هتشوفهم الارتقاء بيحصل ازاي على مدى
عدة سنوات علشان تقدم حياة أفضل للناس. عشان اللي بيقولوا هي الميزانيات بتروح فين، أنا واقف بيكوا في مكان واحد في مركز ومدينة، قال لك أنا طلعت من 10 مليون جنيه في السنة، دلوقتي بيتكلموا في أكتر من 10 مليار جنيه علشان يعملوا الشغل ده. نكمل معاكم هذه الجولة في الحياة اليوم. أهلا بحضراتكم في تغطية أخرى من الحياة اليوم. زي ما عودتكم كتير جدا في حلقات كثيرة خارجية، أنا بنزل أشوف إيه اللي بيحصل في مصر. إحنا بنسمع أخبار وبتشوفوا بعض الصور، بس أنا بحب ووعدتكم ووعدناكم في قناة الحياة إن إحنا نلمس ده بإيدنا. يعني إيه؟ يعني أنزل بالكاميرات ولف في مراكز وقرى ونجوع كثيرة. حضراتكم ما بتسمعوش عن المراكز دي، أو يمكن تعرفوها اسما. أنا في مركز شبين القناطر، أحد مراكز محافظة القليوبية، مركز واحد من أكتر من 10 مراكز موجودين في محافظة القليوبية. ولكن المركز ده هو أحد أكبر المراكز اللي تم ضخ في المرحلة الأولى مليارات لتطويره في إطار حياة كريمة بكل قرى بكل نجوع. الحقيقة لازم أبدأ اللقاء بتاعي ولقاءاتي من المكان اللي أنا موجود فيه هنا النهاردة، وهقول لحضراتكم ليه. أنا واقف فوق ترعة أو مصرف اتغطى هنا، وهذا المصرف تحول إلى سوق نموذجي في قرية يمكن محدش فينا سمع عنها قبل كده على الإطلاق. ولكن اسمحوا لي، اللي هيقدر يتكلم في الموضوع ده واللي هيقدر يحكي لي هم بيعملوا ايه، استاذ مصطفى السيد منسق حياة كريمة محافظة القليوبية. اهلا بيك معايا. اهلا بحضرتك فندم، نورتونا، واهلا بكل مشاهدين حضرتك الكرام. ايه السوق ده؟ يعني ده انا في قرية، انا فين؟ قولي. طيب احنا النهاردة موجودين في قرية المريج، وده سوق المريج. احنا عندنا يمكن القصة لو رجعنا من البداية، شكل القصة بدأت ازاي والرواية اللي تحولت لرؤية حقيقية عشان تتنفذ. يمكن ربنا جعل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو السبب الوحيد عشان خاطر يبقى الوقود الدافع لتنفيذ هذه المبادرة. بحسبة بسيطة، احنا لو جينا نشتغل في، لما جينا نشوف القليوبية عشان نبدأ نشتغل فيها، رجعنا لسنة 1847، كان أول وآخر خطة تنموية حقيقية عملها الوالي محمد علي باشا، وكان 1847. يعني انت لما جيتوا تعملوا دراسة لقيتوا ان الاماكن دي والترع دي كل ده بقاله من ايام محمد علي؟ محدش حط خطة تنموية بشكل تنموي حقيقي في الريف المصري في القليوبية من سنة 1847. بدأ حجر الأساس في القناطر الخيرية وانتهى في سنة 1868 بالافتتاح، ومن ساعتها لم يحدث أي تغيير حقيقي لأي حد موجود في الريف المصري. طيب انتقلنا فجأة حياة كريمة، قل لي انت ازاي اشتركت في حياة كريمة وازاي بتنسق؟ يعني انا مشيت عشان اوصل لك ساعات عمال الف واشوف هصور فين وهتحرك ازاي، وشفت الانشاءات وشفت وشفت وشفت. انت منسق المحافظة كلها؟ هو انا منسق عام محافظه القليوبيه، ومعانا طبعا فريق العمل بتاعنا. انا مجرد ترس بسيط خالص في الاله الكبيره اللي موجوده في المحافظه. كم شخص؟ احنا تقريبا 12 منسق مركز، ومعانا اكتر من 95 متطوع بيشتغلوا معانا، بالاضافه لبقيه بقى الجمعيات والمؤسسات الحكوميه اللي بتبقى موجوده شريكه معانا. انت خريج ايه؟ انا اساسا مرشد سياحي، كليه سياحه وفنادق، قسم ارشاد سياحي. كليه سياحه وفنادق بالظبط. وخريج بالظبط. وبتشتغل مرشد بالظبط. ولكن انت دخلت حياة كريمة وبرعت ان انت تكون بوقتك وشغال في حياة كريمة وبتنسى انت من ابناء المحافظة هنا؟ يعني انا حياة كريمة، احنا دخلنا اول ما دخلنا البرنامج الرئاسي، وكنت يعني الحمد لله كان لي الشرف ان انا اكون من الدفعة الاولى في البرنامج الرئاسي في 2016. بعد التأهيل بتاعنا احنا بدأنا يتم توزيعنا على الجهات الحكومية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، وكان من حظي الكويس ان انا اكون موجود في مكان في محافظتي في المكتب الفني للسيد المحافظ.
ومن خلاله بدات اعمل يعني بمارس الشغل الطبيعي بتاعي، بقى هو ده الشغل الاساسي بتاعي، ان انا بشتغل في المكتب الفني للسيد المحافظ، متابعه المشروعات والتخطيط والى ما يعني الى اخره. ثم انطلقت فكره حياه كريمه، وبدأنا نشتغل في حياة كريمة من خلال البرنامج الرئيسي، وعرضنا الرؤية على السيد الرئيس، والسيد الرئيس فورا أطلق الرؤية وبدأنا نشتغل فيها في رؤية مخططة، مش بس مجرد ان انت بتحط حلم، لا هو حلم لازم يتنفذ. طب كويس، حلم لازم يتنفذ والرؤية، وشفنا احنا وانا شفت محافظات كثيرة وقرى كثيرة، انا فاهم، انما اول مرة اشوف اسواق. طيب. سوق، هل وانتوا بتخططوا فجأة بتطلع لكم حاجات وتقرروا انكم تتحركوا عليها؟ خليني اقول لحضرتك المبدأ الرئيسي في حياة كريمة هو المرونة التخطيطية، والمستجدات اللي دايما بتبقى موجودة معانا في حياة كريمة او التحديات اللي بتنشأ عن طريق التنفيذ دايما موجودة في حساباتنا. يمكن ده مثال حي على احد التحديات اللي كانت موجودة، القضاء على ظاهرة العشوائية، استعادة المظهر الحضاري للمدينة. ايوه بس دي مش مدينة، دي قرية صغيرة جدا. حلو، الفكر ان انت بتشتغل القرية بفكر المدينة، هو القرية لازم يكون خدماتها المتكاملة عشان اقدر اصنع مركز اداري قادر على الانتاج، وهو ده الرؤية الشاملة للمركز الاداري. يعني احنا النهاردة موجودين في المريج، عندنا 32 باكية ان شاء الله هيتم 32 باكية 32 محل تقريبا. بالضبط، هيتم ان شاء الله توزيع السادة البائعين عليهم. طيب انا لو جيت من قبل ما اعمل ده وجيت قلت للبائعين الموجودين في الشارع ما تقفش هنا تاني، ما هو انا ظلمته، هيوقف وظلمت نفسي. لا وهيوقف وهيلاقي مش هقدر عليه بالظبط، هو عايز يرزق، لكن انا لازم اوفر له البديل قبل ما اقدر اتكلم معاه. وبعد ما اوفر له البديل انا لسه برضه هناخد تجربه التوعيه، وان انا اتكلم معاه واقول له لا انت لازم تبدا تكون موجود في الشكل الحضاري ده، الظاهره العشوائيه اللي كانت موجوده. طيب الشق الثاني والاساسي، هل صحيح ان احنا واقفين فوق مصرف؟ بالظبط، هو ده كان مصرف تم تخطيطه، ومن ضمن الحاجات اللي حياة كريمة يعني بنشوفها ان احنا بنقدر نديرها كويس هو اداره اصول الدوله اللي موجوده بالفعل. يعني ده مكان كان غير مستغل تماما. طبعا ده مصرف ومقلب زباله، خلينا نكون واقعيين، ما تقول الحقيقه دي يعني يمكن ده الواقع بتاعنا. احنا يعني ده التحدي، وفران وامراض وكل حاجه تقريبا. عشان تقدر تغير الوجه ده وتخليه إدارة للأصول المملوكة للدولة، هو ده يعني ده فكرة بسيطة، وإن كان حاجة بسيطة يمكن شفنا بقية القرى التانية كان في مشروعات أكتر من كده، كان في بيبقى بيتم طرح بي أو تي لبعض الأماكن بنظام التشارك مع الجهات الخاصة، مع القطاع الخاص يعني في أكتر من مكان عملنا ده. حتى داخل مراكز الشباب اللي اشتغلناها كنا برضو بنخصص جزء للقطاع الاستثماري إن هو يكون موجود معانا، لازم أصحاب المصالح اللي موجودين في القرية كلهم لازم يكونوا ممثلين قدامي وموجودين معانا. يعني بتأجر الكافيتيريا، بتعمل نادي، بتعمل كورة، بتعمل إضاءة، بتعمل كذا، فيبدأ هو يتربح وفي نفس الوقت يقدم خدمة ويحافظ على المكان. بالضبط، لسبب بسيط جدا، ان انا حياة كريمة مش هتبقى متواجدة على طول في هذا المكان، انا برضو هنطلق لمركز تاني، فانا ازاي اعمل لك الاستدامة المالية بتاعتك. فكرة الاقتصاد الدائري اللي بتدعمه حياة كريمة هو ده، هو يعني منظوم، يمكن فكرة الاقتصاد الدائري ده لسه فكر جديد بيطلع في العالم، لكن هو حياة كريمة طبقته بشكله البسيط. انا المكان يدور حاجته، يشتغل بنفسه، العائد بتاعه هو كمان يشغله ويقدر يصرف عليه. ايه المعوقات اللي كنت شايفها وقررت ان انت لما هتخش على المرحلة التانية؟ انت عندك كم مركز في المرحلة التانية؟ احنا عندنا 3 مراكز، مركز توخ ومركز قليب ومركز الخنكة ان شاء الله. وانت كنت شغال في مركز واحد؟ بالظبط كده، داخل على 3. 117 قرية واكتر من 548 نجع وعزب. تحديات كتير كانت بتظهر، من زي ايه؟ احكي لي. يعني اقول لك ممكن تحدي بسيط جدا، بعد ما تختار المشروع تلاقي الارض بتاعته غير مناسبة، او تلاقي ان في معيار انت قانوني كان ما كنتش واخد بالك منه وظهر لك اثناء التنفيذ. التربه بعد ما اشتغلت عليها اتضح ان التربه لازم يتعمل لها مثلا مجسات او حقن، او يعني حاجات كلها كانت برضو في الاول في الاخر بتوصل ان انت ممكن تهدد المشروع اللي انت شغال عليه. لكن المرونة التخصصية اللي كنا شغالين عليها، طب خلاص مفيش مشكلة، لا نشوف حل، طب نشوف بديل، طب نقدر نجيب جهات تقدر تشتغل معنا، وبتتحرك على 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 هذا الاساس. بالظبط. والمدارس اللي انتوا عملتوها؟ احنا عملنا اكتر من 97 مدرسة، اشتغلنا يمكن برضو نظرة حياة كريمة، وهي دي اللي كنا في البداية المدرسة كنا بنتكلم بلغة الأرقام، عملنا كذا وعملنا كذا، لا احنا حياة كريمة دلوقتي بنتكلم عن منظومة تعليمية متكاملة. يعني لما بنخش القطاع الصحي بنقول احنا بنعمل منظومة في القطاع الصحي، مستشفى مركزي ومستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، وبنمي وبعمل قوافل طبية، بعمل كل المنظومة المتكاملة دي. لما بخش قطاع التعليم بعمل مش بس بعمل مدرسة، لا انا بعمل مدرسة وبعمل محو أمية رقمية، وبوصل البنية التحتية للمدرسة، وبدرب المدرسين على الموجودين عليهم،
يمكن حاليا احنا عندنا اكتر من مبادره اشتغلناها في المدارس، منها مبادره راجعين نتعلم، بنوفر للطلبه كان اولادنا الاسر الرقيق الحالي اللي احنا مش قادرين ان هم يجيبوا احتياجاتهم وعندهم تسرب تعليمي خاصه في الصف الاول او الصف الرابع الابتدائي، قدرنا ان احنا نوفر لهم المستلزمات الدراسيه بالكامل في بدايه الدراسه. انت شعرفك ان التسرب التعليمي في المرحله دي بس حقيقة كريمة يمكن الأساس بتاعنا هو البيانات والمعلومات اللي بنرصدها بالفعل، احنا مش بنعتمد على مصدر واحد للمعلومة، احنا بننزل بنشوف بنفسنا وبنجمع كل البيانات. ما نقدرش نشتغل، يمكن هو دايما سيادة الرئيس علمنا حتى في البرنامج الرئاسي كده، انت ما شفتش المعلومة يعني انت ما شفتش الشارع، يعني انت ما نزلتش، فانت لازم تجيب المعلومة من الشارع. يعني حقيقة كريمة ما عادتش مبنى، لا يمكن بقت الفكرة بقت حالة عامة للارتقاء بالمجتمع، يمكن في جملة تعبيرية هي ملحمة في الإنشاء والتعمير، لكن هي ملحمة أكثر على بناء الإنسان المصري. طب بالنسبة لبناء الإنسان المصري بقى، قول لي، أنا اللي أعرفه إن حياة كريمة بتعمل دورات تدريبية كتير جدا، عملتوا إيه هنا في شبين القناطر وناويين تطبقوه في المرحلة الثانية في يعني في الأماكن الأخرى أو المراكز الأخرى؟ يمكن خلينا نتكلم إن إحنا عندنا أكتر من محور شغال في مؤسسة حياة كريمة، منها الجانب التوعوي ومنها جانب الندوات وجانب المبادرات. يمكن اللي إحنا محتاجينه أو اللي إحنا شفناه في المرحلة دي كان بالذات المبادرات اللي كانت بتنتج، كان الناتج المردود عليها إيه؟ طيب أنا عشان أقدر أعمل فصل وأعمل مدرسة وعملته لك وأنت شغلته كويس، طيب أنا بعد ما مشيت جه طالب وراح مشخبط على الفصل ده او كتب كلمه على الحيطه، بوظ كل الشغل اللي ممكن يتعمل. ارجوك ايوه صوت. كلمني. فانا عشان اوصل للطالب ده واقول له خد بالك ان ده انت الفلوس انت اللي دافعها، فانت اللي عملتها، فده انت هتدفعه تاني، وانا مش هجي لك بعد 10 سنين، انا عامل لك شغل مستقبلي بعد 30 سنه عشان خاطر اقدر احطك تاني في خطتي. مش بقول انا مش هحطك، بس الفكره ان انا حافظ على اللي انا عملته ده بالظبط. يمكن المرحله التمهيديه ولما اخترنا قريه الاحراز واشتغلنا فيها في ال 18 مشروع اللي كنا موجودين فيهم، بدا يظهر عندنا المشاكل دي. بعد مثلا دهان اوجه العمارات بدا يظهر عندنا كتابه على الحائط، بدا يظهر كل ده. طب انا عشان ادير ده لازم اعمل خطه توعويه متكامله للاماكن ده. بدانا فعلا باكتر من 16 كليه عملنا فيهم بالتعاون مع جامعه بنها، عملنا ندوات توعويه، عرفنا الناس حياه كريمه بدات ازاي، اشتغلنا ايه، عملنا ايه، التوصيات اللي ممكن نطلع بيها كفريق عمل واحنا بندي الندوه التوعويه. انا مش بس مجرد متلقي، انت متلقي مني، لا انا كمان عايزك تكون مشترك معايا. بدا يكون معانا متطوعين ينزلوا يشتغلوا معانا في القرى، بدانا نعمل كمان تمكين اقتصادي للناس اللي موجودين داخل القرى، وده جزء كمان مهم جدا في حياه كريمه، التدريب على الحرف. او احنا كنا من المحافظات او المركز هنا كان مركز طارد للسكان طبعًا. طبيعي لان انا ما اقدرش معظم الناس ساكنين في شمين القناطر بيشتغلوا في القاهره بالظبط، عايز يركب القطر كل يوم القشاش وياخد بعضه وينزل على القاهره يلقط رزقه بالامانه يعني، ودي حقيقه وما اقدرش ما تستطيعش تكتب عليه بالظبط، لان انا ما قدرتش اوفر له البديل. لكن انا ما عنديش مشكله، مش هيبقى في مشكله لما اوفر له البديل واقول له خلاص انت بتقدر ان انت جنب بيتك تشتغل. يعني بفكره السوق اللي احنا موجودين فيه، ان انا اقرب المنتج من المستهلك، انا اولا حطيت صاحب الارض اللي موجود في ظهر المكان لما يجي يبيع هنا هو وفر على نفسه تكاليف كتير جدا في النص. طب ما هو ده برضو في النهايه هينعكس معايا على السعر، على الجوده اللي طالعه، كل ده هياثر معايا، هيجي في الناتج اللي هي هيوصل هيخدم الاهداف الاساسيه بتاعه حياه كريم. يمكن كمان ورش العمل اللي عملناها واطلقناها من خلال التعاون مع وزاره القوى العامله، او بقت خلاص يمكن من 1 يونيو اطلقوا عليها وزاره العمل ان شاء الله، ويبقى هي دي يعني ان شاء الله بدايه خير او بدايه مسمى جديد ليهم. هنبقى موجودين من خلال السيارات التدريب على الورش، كنا بندرب فيها على الورش الخاصه بيه، برضو حرف هي قريبه من الريف زي السباكه والنجاره والخياطه للاهالي حتى الموجودين، وبعد ما بيتم هم كمان بيقدروا يروحوا البيت ويشتغلوا من خلال دوت. هو كمان بقى فيه نوع من انواع ان هو كمان بيزود الدخل بتاعه. استاذ مصطفى انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا وعلى المجهود اللي انتوا بتعملوه، وهننطلق في ارجاء المركز شبين القناطر علشان نشوف ونتابع وننقل لمشاهدي الحياه اليوم وقناه الحياه الواقع اللي انتم وصلتوا ليه. شكرا جزيلا على وجودك معايا.
في نهاية جولتي النهاردة كان يجب أن ألتقي بمسؤول، مسؤول علشان يحكي لي مزيد من التفاصيل. خدوا بالكم القليوبية دي محافظة ضخمة جدا وعملاقة، أنا كل اللي غطيته فيها مركز، ولكن مركز بيشهد تحديث، بيشهد ميزانيات بالمليارات بيتم ضخها. طب وفي كم مركز تاني؟ هو في كم قرية تانية؟ هو في عمل قد إيه؟ كل ده محتاج إلقاء ضوء عليه. ولكن اللي عجبني أكتر إن أنا لما جيت أقابل المسؤول اكتشفت أنه أحد الشباب القيادي في مصر، الشباب الجديد اللي نزل المحافظات ودخل الإدارة المحلية، دكتور سمير حماد. أهلا بيك معايا في الحياة اليوم. اهلا بحضرتك وفريق العمل كله في مركز شبين القناطر. النهارده المركز الاول الموجود في مبادره حياه كريمه داخل محافظه القليوبيه. انا سعيد جدا بوجودي هنا، وسعيد ايضا انا بسجل معاك في قريه الاحراز، دي القريه الاولى اللي اتعملت قبل المرحله الاولى في حياه كريمه، صح؟ بالظبط يا فندم. هو كان قرية الأحراز كانت البايلوت بروجكت اللي اشتغلنا عليه كمرحلة ما قبل انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في قرية الأحراز هنا، ويمكن كانت هي نموذج ودروس مستفادة اللي قدرنا منها نحقق استفادة في المرحلة الأولى في باقي الوحدات المحلية، وعددها 9 وحدات في مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية. طب دكتور خليني بص، أنا قبل ما أخش بيك بالتفاصيل وكده اسمح لي أنا هتكلم معاك بطبيعة شوية. حضرتك دكتوراه في ايه؟ انا دكتور مهندس في قسم الهندسة المعمارية، مدرس في هندسة بنها. فعلا ايه اللي دخلك، ايه اللي جابك في الإدارة المحلية؟ ايه ازاي بقالك كام سنة في المكان ده وبتعمل إيه؟ يعني احكيلي. ما هو الناس لازم تنظر الى اعادة الموارد البشرية المصرية والاستثمار في الموارد البشرية المصرية. دكتور مهندس عمارة حاجة جامدة جدا، وفجأة تقرر وتقبل مثل هذه الوظيفة، بقالك كم سنة فيها وإيه اللي وصلك إلى هذه الوظيفة؟ يعني لو رجعنا بدري شوية، أنا انضميت للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الثالثة في 2018، دي كانت البداية الحقيقية للعمل العام. أنا لحد 2018 أنا كنت عضو هيئة تدريس في الجامعة، يعني خلصت الماجستير والدكتوراه في الهندسة المعمارية في تخصص تصميم منشآت الرعاية الصحية. تخصصك ده؟ ثم انتقلت بعد كده في البرنامج الرئاسي. بقى احنا يعني الحقيقة اشتغلنا على محاور كتيرة، سواء بقى العلوم السياسية، العلوم الإدارية، الأمن القومي، موضوعات كتيرة لمدة سنة كاملة. ويمكن كان حظنا حلو ان احنا شهدنا اطلاق سيادة الرئيس للأكاديمية الوطنية للشباب، كنا احنا يمكن الدفعة الأولى اللي التحقت بالأكاديمية. منها بقى اشتغلنا في محاور وموضوعات مختلفة تماما بقى عن موضوع الدراسة في الجامعة. وبعد كده في يعني كان ليا الحظ ان انا اشارك في نموذج محاكاة الدولة المصرية في المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة. ثم بعدها كلفت نائب محافظ القليوبية في شهر 11 2019. 11 2019. مين كلمك وعرفت ازاي ورد فعلك ايه؟ معلش انا لازم اقف قدام الدقيقه دي، يعني الو مساء الخير، ازيك يا دكتور، انت بقيت نائب محافظ؟ لا يعني هو طبعا الموضوع كان سبقه ترشيح من البرنامج الرئاسي، كان في ترشيح وكان في مجموعه اختبارات ومقابلات شخصيه. ثم بعد كده يعني احنا طبعا اتبلغت بقى البلاغ اللي حضرتك بتقوله ده قبلها ب 72 ساعه بالظبط. كنت موجود وقتها في فريق عمل منتدى شباب العالم في النسخة الثالثة في شرم الشيخ، يعني أنا كنت موجود في مدينة شرم الشيخ واتبلغت بالتكليف وأنا موجود هناك ونزلت في نفس اليوم. يعني مش حاسب بإيه؟ كان العنصر المفاجأة كان كبير طبعا في الموضوع ده، ولكن يعني هي في البداية كان الموضوع فيه مسؤولية كبيرة جدا. بس يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه الموضوع ده قعد 72 ساعة لحد ما حلفنا اليمين وقابلنا سيادة الرئيس. كان في اجتماع مع السادة المحافظين والنواب الجدد، يعني أنا مش هبالغ أنه بعد الاجتماع مباشرة الرؤية اختلفت تماما. يعني الرهبة اللي موجودة راحت، بقى في إحساس كبير بالمسؤولية، كان في دعم واضح. سيادة الرئيس قال إحنا عايزينكم تنجحوا، ده كان يعني بمثابة مؤشر أن إحنا نبتدي نشتغل وننطلق وفي قيادة موجودة بتدعم. كنت مصدق؟ إحنا بنسمع عن دعم الشباب وتمكين الشباب، أنت كنت في بداية الثلاثينات. 32 بالظبط كده، وفجأة تلاقي نفسك قاعد مع رئيس الجمهورية بيقول لك احنا عايزينكم تشتغلوا، ما عايزينكم
الفرق في الشعور ايه؟ كنت مصدق الكلام اللي بتسمعه وبعدين لما تعينت وفجأة لقيت نفسك نائب محافظ ودي مش محافظة صغيرة؟ هو طبعا الموضوع زي ما قلت لحضرتك سبقه شوية ان احنا كنا في البرنامج، يمكن كان في عدة لقاءات مع سيادة الرئيس، ما كانتش بالمباشرة زي بعد حلف اليمين، ولكن يمكن اهمهم كانت في نموذج المحاكاة، كان في يعني حديث مباشر وسيادة الرئيس يعني رد مباشر في الجلسة، وكانت يعني جلسة الحقيقة مثمرة جدا وتلقائية. يعني هو أنا فاكر وإحنا بنتكلم كنا بنتكلم عن أحد الموضوعات اللي ليها علاقة بالاستثمار في سيناء، وكنا بنتكلم عن قانون تملك الأجانب للأراضي في سيناء، وسيادة الرئيس عمل مداخلة وقال لي أنا اللي عملت القانون ده علشان أحافظ على الأرض في سيناء يا دكتور. يعني فكانت دي مداخلة يعني لحظية في وقتها، يعني طب دي كانت بداية الرهبة بقى، يعني دي كانت التدريب علشان لما نيجي بعد يعني كده. يعني انت كنت معترض على حاجة او بتناقش في حاجة فهو وضح لك هو اخذ القرار ده بالظبط، يعني فكان في مداخلة في لحظية. دي حاجة. الحاجة التانية في نهاية الجلسة سيادة الرئيس يعني الحقيقة اوصى بمقترح من المقترحات اللي كنا قدمناها، كنت انا بمثل وزارة الاسكان يعني، فتبنى مقترح من المقترحات اللي احنا عملناها وكلف النموذج المحكم او البرنامج الرئاسي يعني بدراسة الفكرة، ويعني لعرضها بقى بشكل قابل للتنفيذ. يعني كانت كنا بنتكلم على مشروع تطوير قصر راس التين في اسكندرية، وهو تبنى المشروع ووصى بان ده يكون من توصيات المؤتمر يعني. فدي كانت برضو يعني الحقيقة عوامل مساعدة ودرجات في الطريق ان احنا لما نيجي بقى في المحافظة ما يبقاش الرهبة موجودة بالقوة دي. يعني ايه اول حاجة اصطدمت بيها لما جيت؟ لا هو الواقع يختلف. هو طبعا الانتقال من العمل الاكاديمي في الجامعه للعمل الحكومي وخاصه الاداره المحليه فيها يعني في فجوه كبيره جدا بقى، سواء في الهيكل التنظيمي والاداري، في طريقه التعامل، في شكل المعاملات حتى الورقيه ودوره المستنديه زي ما احنا بقى بنقول في الحكومه، المصطلحات بقى الحكوميه يعني، فده كله كان مختلف تماما. احنا يمكن برضو كان حظنا كويس احسن من اللي قبلنا، طبعا التجربه بتتطور يعني، ان احنا خدنا تدريب لمده شهرين في الاكاديميه الوطنيه للتدريب، كنا النواب المحافظين الجدد كان اتعمل لهم برنامج يعني خاص بالإدارة المحلية والقانون الإداري، ودي كانت الحقيقة لها تأثير كبير جدا ان احنا يختصر عليك الوقت بالضبط. يعني هو اختصر عليها شهور ويمكن سنة، كان الواحد هيقعد يصطدم بقوانين جديدة لانه طبعا الخلفيات مختلفة، يعني السادة النواب خلفيات مختلفة دراسية والوظيفة بتاعتهم السابقة كانت مختلفة تماما، فدي كان لها تأثير كبير مع بقى الاحتكاك المباشر. يعني برضو يعني لازم اقول انه السيد المحافظ من اليوم الاول ادى لنا صلاحيات كاملة وخلانا ننطلق ونشتغل على ملفات حقيقية، وده يمكن كان من أحد تكليفات السيد الرئيس في الاجتماع اللي ذكرته أنه يكون فيه تكليف حقيقي بملف حقيقي بعد حلف اليمين مباشرة. كلفكم انكم تعملوا شغل بجد يعني. احنا كنا في التدريب يعني احنا كنا في التدريب الصبح في الأكاديمية وبالليل معنا ملفات بنشتغل فيها وملفات حقيقية. يمكن طبعا ملف حياه كريمه من حسن حظي انه كان من اوائل الملفات اللي اشتغلنا فيها، لانه بالتزامن مع بدايه تولي المنصب كانت انطلاق حياه كريمه بقى في المرحله الاولى ليها، فالنطاق الجغرافي بتاعي اللي انا بشتغل فيه المنطقه الجنوبيه اللي فيها شبين القناطر وشبرا الخيمه والخصوص والخنكه، فبدانا في شبين القناطر مبادره حياه كريمه بقى مباشره. دي كانت يعني مع بدايه التكليف على طول يعني. طيب خلينا ننتقل بيك بقى على طول كده الى التطبيقات والتطبيق. احكي لي حياة كريمة في القليوبية، انتوا صحيح اخدين ميزانية كبيرة جدا جدا من الدولة؟ طبعا هو احنا لما هنيجي نتكلم على المشروعات اللي بتتعمل في حياة كريمة، انا برضو يعني يمكن هاخد من السؤال بتاع حضرتك ده جزئية، انه حياة كريمة مش مجرد منشآت حياة كريمة بالظبط كده، مشروعات حياة كريمة معك. اكبر كتير من مبنى. من المبنى احنا بنتكلم على مرافق وبنية تحتية، على شبكات طرق، على مباني، على تحسين حياه بالظبط، جوده الحياه بقى الكلمه اللي كنا بندرسها زمان في الكليه وبندرسها الكواليتي اوف لايف، ده كان منهج كده بيدرس احنا دلوقتي بنشوفه. احنا النهارده بنهتم بمبادرات الصحه، بنهتم بمشروعات ليها علاقه زي يمكن سياده المحافظ امبارح اطلق مشروع تنميه الاسره المصريه، عندنا مشروعات بقى عديده، مشروعات موده، مشروعات تكافل وكرامه، مشروعات تبطين الترع، مشروع 100 مليون صحة، القوافل الطبية، احنا عندنا يمكن كمان بالتنسيق كمان مع جامعة بنها الحقيقة هم شريك أساسي معنا في المبادرة هنا من خلال المبادرات الطبية أو القوافل البيطرية. يعني الموضوع مش مجرد مباني، احنا بنتكلم على تحسين جودة حياة، وجودة الحياة مش هتتحقق بمباني وطرق، لا احنا لازم نتكلم على أبعاد تانية. يمكن في حاجات احنا بنعملها مع وزارة الثقافة مثلا اسمها أمسيات الدوار، بنعمل عروض اطفال وعروض فنيه وثقافيه للاطفال، بنوصل داخل القرى والنجوع. ما ده اللي انا قصدي عليه،
انت ما انتش مركزي خلاص، انت بتنطلق الى قلب القرى ونجوع. انا واقف معاك دلوقتي في الاحرار، يعني انا ما كنتش اتخيل ان عندنا قريه في مصر فيها كل هذا الكلام، يعني ده كده. ولكن وانت في الكليه زمان انتوا مفروض ان انتوا كنتوا بتنزلوا اماكن وتقعدوا ترسموا وتتخيلوا لو طورناها هنطورها ازاي. قارن لي ما بين حلمك في الكليه كان نفسك تطور ايه واللي انت بدات تطبقه وتشوفه بيتطبق في مصر دلوقتي. يعني ده سؤال في قلب الحقيقه، يعني لانه احنا لما كنا بنشتغل في الكليه، يمكن لما كنا بندرس بقى التخطيط العمراني والتصميم العمراني بالظبط كده، كنا بننزل ناخد منطقه قائمه ونعمل رفع عمراني ثم مقترح ورؤيه تنمويه. اعتقد انه اقصى حد كان حالم لما يعمل لوحه ما يقدرش يحط فيها، انا مش هبالغ اقول واحد على عشرة من اللي موجود دلوقتي، لانه احنا كان بيبقى عندنا محددات واحنا بنشتغل، عندك محددات الارض والاسكان والاراضي والتكاليف، وكان دايما الانتقاد اللي بيتوجه يعني من الاستاذ وقتها يقول لك انت هتعمل الكلام ده بكام، مين اللي هيوافق لك تعمل الكلام ده. النهارده احنا بقينا بنعمل وبننفذ لدرجه ان الناس بقت دلوقتي عندها سقف الطموح اعلى بكتير. يعني النهارده لاحظت المواطن، مش احنا بنتكلم في، كنا بنقول احنا هندخل صرف صحي وكهرباء وميه وغاز، النهارده بندخل احدث تقنيه موجوده في الاتصالات، كابلات الاف تي تي اتش دي موجوده هنا في القريه. يعني حضرتك هنا مثلا كمان نموذج على فكره ده احسن من الاتصالات اللي عندي في طبعا بيتنا. يعني على فكره الاف تي تي اتش احدث من اللي موجود في مناطق كتيره في المدن وفي القاهره كمان. تمام. ده موجود دلوقتي قائم وشغال هنا حاليا، عندنا الغاز الطبيعي موجود في كل المنازل داخل القرى دلوقتي. فاحنا ما بقيناش بنتكلم على مرافق، ده دي بقت خلاص الاساسيات. والميزانيه ما عادتش بتمنعك من التنفيذ. لا احنا دلوقتي احنا يمكن يعني تخطينا ال 12 مليار جنيه لو حسبنا كافه الاعمال اللي شاملها المبادره، لانه احنا في المركز هنا بس في مركز شبين القناطر بس. طبعا مركز شبين القناطر بيخدم حوالي 600 الف نسمه، 700 تقريبا ماشي، ولكن ده مركز واحد، مركز واحد في المحافظه 12 في خلال سنتين 12 مليار جنيه، يعني انت بتصرف نصف مليار كل شهر بقالك سنتين تقريبا، اللي هي تمثل موازنه المحافظه في سنه. موازنة ايه؟ يعني موازنة محافظة الأليوبية حوالي 550 مليون. الموازنة كلها؟ موازنة المحافظة اللي بتشمل 10 مراكز. شبين القناطر في سنتين صرفت حوالي 12 مليار. مليار؟ اه. يعني يا نهار أبيض، ده أنت كده بتتكلم يعني 24 ضعف. حضرتك سألتني كنتوا تقدروا تحلموا بده في الورق؟ لا ما أقدرش أحلم بيه في الورق، لأن ما كانش فيه إمكانية الحلم بالمليارات دي، ما كانتش متاحة يعني. على الورق مش متاح. انت كبيرك والنبي هندهن مبنى. يعني كان اقصى حاجه رفع كلمه رفع الكفاءه دي كانت دايما الكلمه اللي بنطيب بيها خاطر الناس، يعني نرفع كفاءه مبنى. النهارده احنا عندنا الوحدات الصحيه بس، احنا عندنا اربع وحدات رفع كفاءه و20 انشاء جديد. فحضرتك تخيل الناس 20 وحده صحيه في مركز شبين القناطر، في مركز شبين القناطر بس، واربعه يعني 24 بس. انا شفت مستشفى ضخم جدا بيتبنى في المستشفى دي، يمكن يعني دي كانت يعني الحقيقه بروتوكول تعاون ما بين المحافظه ووزاره الصحه، دي مستشفى مركزي لتحل بقى محل المستشفى القائمه يمكن من الستينات. فدي هتبقى مستشفى الحقيقه مجهزه حديثه جدا، حوالي 180 سرير بخلاف الرعايه المركزه والحضانات وغسيل الكلوي، معاها كمان مركز لتجميع البلازما ومدرسه للتمريض. ده يعني اعتقد انه كان حق مشروع بقى لاهل المركز شبين القناطر ان يكون في مستشفى على الكفاءه دي، بالتوازي طبعا مع مشروعات. احنا يمكن في خمس مشروعات الاليوبيه استفادت منهم في مشروع رفع كفاءه وتطوير المستشفيات على مستوى الجمهوريه، من اصل 33 مستشفى عندنا منهم حاجات بالفعل اشتغلت، الخانكه يمكن اخرهم اشتغلت. ان شاء الله يعني خلال شهور يعني قبل نهايه السنه دي ان شاء الله هنكون شغلنا القناطر الخيريه وطوخ، يعني وقواها طبعا اشتغلت مسبقا قبل كده، وعندنا مستشفى 23 يوليو في الخانكه برضو، مستشفى الصدر شمالها التطوير. يعني كان حق بقى مركز شبين القناطر انه يكون ليه مستشفى مركزي فعلا على هذا المستوى. يعني الاماكن دي كلها كان مسكوت عنها سنوات طويله صح؟ سنوات كتير. شعورك ايه لما انت مسكت المكان ويعني في البدايه قبل ما تنطلق بقى حياه كريمه وقبل ما تشوف الكلام ده، حسيت ايه؟ يعني ما هو انا لو جيت ولقيت في محافظه زي دي وعندي ميزانيه 500 مليون، ده انا افقد الثقه في كل حاجه.
طيب هو احنا برضو يعني لازم نقول انه ال 500 مليون دي لموازنه الخطه الاستثماريه للمحافظه، بس في مشروعات قوميه كانت بتمشي بتقوم بيها الجهات بتقوم بيها بقى الجهات الحكوميه في داخل المحافظات دي، بتشمل بقى تطوير اما شبكات طرق ومحاور رئيسيه، يمكن مشروع تطوير مثلا او انشاء يعني محور شبرا بنها الحر، ده احد المشاريع الاخيره، مشروع الطريق المنصوره الجديد، يعني ده غير ال 12 مليار ده، دي كلها مشروعات تانية. يعني انا بتكلم على بسم الله ما شاء الله مش هنحسدكم، قول قول. لا هي محافظة الألوية محافظة كبيرة، احنا عندنا يعني اكتر من 6 مليون نسمة، يعني اي نعم مساحة المحافظة صغيرة ولكن عدد سكانها كبير. يعني انا سعيد بده، يعني انا شخصيا انت بتكلم واحد سعيد جدا باللي انا بشوفه ده، لان احنا زي ما قلت لك انا عندي شعور ان ده مسكوت عنه بقاله سنين طويله جدا، وانك انت تقتحم بهذا الشكل وانك تدخل وتضخ بهذا الشكل، ما الناس بتسال فلوسنا بتروح فين، فتكتشف فجاه ان منطقه زي دي هنا كده اتغيرت فيها حياه ناس. هو يمكن احنا كمان كان حظنا كويس ان احنا شفنا الوضع قبل وبعد واثناء، فدي بتبقى يعني دي يمكن حتى بالنسبه للناس المعماريين بقى اللي زي كده يعني بيحبوا يشوفوا بيتعامل مع المبنى دايما يقول لك ده زي ابني الصغير اللي بيتربى قدامي. فاحنا شفنا الوضع القديم كان ايه، كان شكل الوحده الصحيه القديمه ايه، المراحل اللي عدت بيها الوحده دي، ومش العقبات والتحديات اللي اتعملت عشان الارض دي تقول ان هي تكون وحده صحيه جديده، بجزء من منظومه التامين الصحي الشامل. احنا دلوقتي طبعا يعني بنتعامل على خريطه الرعايه الصحيه في مصر، مش الوحدات الصحيه مش مجرد مباني منفصله، احنا جزء من منظومه رعايه صحيه متكامله، سواء موقع او نطاق خدمه او عدد مستفيدين. فالنهارده كل الوحدات اللي انشئت من ال 20 وحده داخل شبين القناطر كلها بتخدم منظومه التامين الصحي الشامل. المدارس عندنا طبعا انشاء جديد علشان تخفيض الكثافات اللي موجوده، وعندنا رفع كفاءه ما بين بقى رفع كفاءه خفيف واحلال وتجديد. عندنا مشروعات يمكن الاسواق الحضريه دي يمكن لأول مرة مستحدثة، يبقى عندنا سوق حضاري لائق بالمواطنين، مش بقى ناس موجودة على من الأسواق اللي هي بتاعت الطرق وزمان والكلام ده كله. بس أنا اللي عرفته إن اللي بينشئ هذه الأسواق، يعني أنا شفت الأسواق، أنا شفت سوقين وصورت في سوق منهم تحت الإنشاء، هيئة الأبنية التعليمية طبعا، هيئه الابناء التعليميه هي في الاخر بيسند ليها بعض الاعمال، يعني يمكن هنا مقاولين، هم مقاولين ابنيه تخصصهم البناء بالظبط، يعني مركز طب الاسره اللي موجود هنا في الاحراز اللي هو منشا بالقائم واللي الخدمه بتؤدى فيه دلوقتي، ده تنفيذ هيئه الابناء التعليميه. يعني منشات كتير، يمكن مش بس المنشات التعليميه بقى، هي لا اتوسع النطاق بتاع هيئه الابناء التعليميه، وبيعملوا طبعا مشروعات كتيره جدا بجانب المدارس. يعني لما كنت بسجل في قرى حياة كريمة اكتشفت ان في غيرة بتحصل ما بين المراكز وبعضها، ما بين القرى وما بين النجوع وما بين التوابع، يقول لك اشمعنى انت في القرية حطيت له مثلا انترنت احسن من الانترنت، عندك هذه الغيرة بدأت تظهر هنا؟ طبعا للأسف، يعني مش هقول بالعكس، دي حاجة ظاهرة كويسة جدا، يعني زمان المواطن ما كانش بالظبط في خدمات، ده النهاردة بدأ ينقي سقف الطموح والاحلام ابقى اعلى بكتير. يعني المواطن اللي كان بيحلم يبقى عنده صرف صحي، لا هو النهارده بقى عنده جميع الخدمات موجوده، صرف صحي وميه وكهرباء بالظبط، كل الخدمات البنيه التحتيه موجوده، كل المنشات اللي موجوده. احنا النهارده لو حضراتكم زي ما شفتوا النهارده المجمعات الخدميه اللي موجوده بتؤدي الخدمه زي المدينه بالظبط، المجمع كتاثيث كبنيه اساسيه وبنيه معلوماتيه وعاملين لا يقل عن اي مدينه، ده الكلام ده موجود في القريه على طول بالوزارات وده موجود داخل القريه، يعني المواطن مش بيروح مشوار، زي ما جنبه الوحده الصحيه جنبه المجمع الخدمي وجنبه المجمع الزراعي، المفهوم بتاع الجمعيه الزراعيه القديم ده خلاص مش موجود، احنا بقى عندنا مجمع زراعي، بقى عندنا مجمع طب بيطري، بقى عندنا المجمع الخدمي بيشمل 7 خدمات اساسيه منها البريد والسجل المدني، يعني النهارده بقى مفهوم الشباك الواحد بقى موجود داخل القريه مش داخل المركز ولا داخل المدينه. طب ايه اللي بيطبعوا فيه بقى؟ ايه اللي بيجي يكلموك يقول لك طب احنا زود لنا كذا او اعمل لنا كذا؟ الاطماع المشروعه ولا الغير المشروعه؟ لا قول لي. طبعا هو من حق كل مواطن يبقى محتاج طبعًا. يعني بيدور على الابجريدنج، يعني دايما يعني حتى اللي عنده الوحده الصحيه موجوده لا هو بيطمع انه يكون عنده مركز طبي وعنده مستشفى. المدرسه اللي موجوده هو عايز مدرسه تعليم اساسي ومدرسه ثانوي داخل القريه. طبعا ده مرتبط بمعدلات ومرتبط بكثافه فصول مركزي وكثافه سكانيه بالظبط، فيعني دي من الحاجات دايما اللي بنواجهها. طبعا في حاجات تانية بقى، يمكن دي بقى المشروعه سرعه الانجاز بتبقى مطلوبه، يعني لانه انا لما بفتح الطريق بشتغل فيه 5-6 مرافق بيفضل مده طويله جدا، خاصه طبعاً. ان في تشابكات عندنا مثلا بتبقى خطوط الصرف القديمه لازم الاول اعمل الخط الجديد عشان اربط عليه قبل ما افصل الخط القديم، فمن حق هنا المواطن بقى انه بيبقى دايما بيشتكي وهو هنا شكوته على حق،
فاحنا دايما عندنا ضغط بتجري بتروح. عندنا ضغط دايما على المقاولين، يعني ده المقاولين انا استحمله معانا بصراحه الحقيقه عدد. اشتغلت مع كم مقاول؟ لا احنا بنتكلم على يعني مش هبالغ واقول يعني عشرات المقاولين يعني مش القضيه بقى مش القطاع العام بس اللي بينفذ، ولا الحكومه كلها. وطبعا كان توجيه السيد الرئيس ودوله رئيس الوزراء التعاقد مع المقاولين المحليين كاولويه اولى، يعني انا بتعاقد دايما مع المقاول المحلي اللي من داخل المركز ده علشان يعني تشغيل الشباب، يعني يبقى الحقيقه كان ليه مميزاته انه يكون كمان من اهل البلد، فهو اكتر واحد عارف المشكلات اللي موجوده وعارف ازاي هيتعامل في المشكلات اللي بقول لحضرتك عليها دي، خاصه لما يبقى في التعارضات اللي بتبقى موجوده، ودي دايما بتحصل. يعني فكره التعارض ما بين شبكات المرافق والكوردينيشن اللي بيحصل ده دايما محتاج مقاول محلي من الاهل المكان يكون شغال فيه، فعندنا مقاولين عدد كبير جدا. عندنا مقاولين يعني المسمى الأشمل، يعني احنا عندنا جهاز التعمير ممثل فيه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، هو اللي يعتبر المقاول الرئيسي للمشروع طبعا. من تحته في بقى عدد مقاولين كبير جدا، عشرات، ده بيشغل عشرات طبعا، بالتوازي مع هيئة الأبنية التعليمية طبعا في القطاع التعليمي بشكل أساسي، ثم المشروعات بقى اللي تسند ليه. طب سريعا كده بقى الأرقام، كم مدرسة في المركز؟ لا احنا عندنا دلوقتي اكتر من 98 مدرسة ما بين الإنشاء الجديد والترافع الكفاءة بدرجات، واتفقنا ان في اكتر من 24 عندنا مركز 24 صحيح. وحده صحيه ومركز طبي، 4 رفع كفاءه و20 انشاء جديد، بالاضافه الى المستشفى المركزي. عندنا طبعا المستشفى المركزي الجديده، عندنا الاسواق الحضريه اللي موجوده. كم سوق؟ في 2 سوقين دلوقتي دول اللي موجودين عندنا. يعني يمكن برضو بالتوازي مع مبادره حياه كريمه احنا اشتغلنا على رفع كفاءه الموقف بقى الرئيسي اللي موجود في مدينه شبين القناطر. طبعا المدن يعني ما بينالهاش نصيب الحياة كريمة من التطوير، فاحنا بالتوازي يمكن كان لنا رؤية في المحافظة ان يكون في رفع كفاءة للمدينة، ما هو علشان لما القرية تتطور بالطريقة دي ما ينفعش تبقى سابقة بقى المدينة، يعني اهل المدينة هيبقى ليهم الحق برضو ان هم دايما يبقوا سابقين. طبعا هيطلبك اشمعنى انت رايح للقرى وسايبنا احنا كمان. بدأنا من البداية ان نكون يعني بالتوازي كده بنعمل تطوير في المدينة. عندنا شبكات الطرق، احنا بنتكلم على 7 طرق إقليمية بتربط مركز شبين القناطر بالمراكز المجاولة، وحوالي احنا بنتكلم على 80 كيلو شبكة طرق داخلية وربطة مع المراكز التانية، دي داخلة في خطة الرصف. انا عايز بس افكر استاذ المشاهدين، احنا بنتكلم على مركز في محافظة فيها 10 مراكز، مركز واحد، كل اللي احنا بنتكلم عنه ده في المركز ده فقط لا غير. انتقل بيك بقى سريعا كده وهسأل حضرتك، أخبار الزراعة إيه؟ والتطور الزراعي والتثقيف، يعني هو سؤالي ليه شقين. أنا النهاردة دخلت لك في قلب القرى وطورت وعملتك، الناس بتحافظ على الحاجات دي، بتقدرها. الثقافة بتاعت إدارة المنظومة بتاعت الإدارة المحلية وتحويلها، أنا مش بس مبني مبنى، أنا عايز البني آدم نفسه يتغير. ثم القطاع الزراعي أخباره إيه في المنطقة؟ القطاع الزراعي الحقيقة احنا طبعا يعني فيه اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، متمثل في وقف التعديات على الأراضي الزراعية بمنتهى الحسم، ويمكن احنا عندنا يعني باستمرار موجات إزالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى رأسهم بتبقى الأملاك الأراضي الزراعية. دي شق. الشق التاني فيه تثقيف مستمر للمزارعين، يمكن احنا كنا من حوالي شهرين في بروتوكول تعاون مع احد الجمعيات المجتمع المدني لرفع كفاءة وتثقيف عدد من المزارعين، كانوا بيستهدفوا 15,000 في المرحلة الأولى في محافظة الأليوبية، 15,000 مزارع. يمكن نظمنا لهم كمان فطار جماعي في رمضان وكنا حاضرينه مع القيادات التنفيذية في المحافظة لألف مزارع، عملنا لهم افطار جماعي عندنا في مدينه بنها، وده كجزء من المبادره. ودايما احنا طبعا بنتابعهم سواء مع جمعيات المجتمع المدني او مع الجمعيات الزراعيه، وده الدور الرئيسي ليهم. يعني فيما يخص مثلا طبعا الحديث الساعه وتوريد القمح، الحمد لله يعني يمكن المحافظه عندنا اقتربت من تحقيق نسبه 100% من المستهدف. احنا لسه دلوقتي في الهاي سيزون، يعني احنا دلوقتي في ذروه الحصاد، ولسه عندك 3 اسابيع ولسه عندنا فتره متقبله. فالحمد لله احنا يعني فيما يخص توريد القمح، احنا يمكن عندنا اكبر صومعه موجودة في مصر في عرب العلاقات في الخنكة بسعر 90,000 طن، فدي يعني دي اعتقد ان دي من خلاص. يعني دي يعني شرفت يعني على بس اقول مش هنحسدكم والله بس اقول فيما يخص بقى التعامل مع المنشآت ثقافة المواطن في ان يحافظ على المصاريف دي، الموظف انه يحافظ على المكتب اللي قاعد عليه او الباب او الشباك او بيعملوا ايه، لان دي استثمارات ودم المصريين.
احنا عندنا الشقين طبعا، الشق الخاص بالموظفين والعاملين في الوحدات المحليه، دول بيتلقوا تلحيه تدريب مكثف في مركز التنميه المحليه في سقاره، تدريب خاص بوزاره التنميه المحليه، والجزء التقني وزاره التخطيط بتوفر تدريب اما في المكان في المراكز التكنولوجيه او من خلال الجهات بتاعه وزاره التخطيط للعاملين على منظومه المراكز التكنولوجيه تحديدا. يعني ده فيما يخص الموظفين. بالنسبه للمواطنين، يمكن يعني مؤسسه حياه كريمه بتقوم بدور كبير جدا، وفي قطاع في المؤسسه قطاع التوعيه بيعمل يعني دور كبير جدا، سواء في الندوات التوعيه او الندوات الثقافيه او حتى المبادرات اللي من شانها التوعيه بمشروع حياه كريمه وكيفيه الاستدامه للمشروع. يعني يمكن دايما احنا يعني من المشروعات القديمه اللي كانت ما بيستمرش النجاح بتاعها لانه احنا ما بنفكرش في عنصر الاستدامه. عنصر الاستدامه هنا مش ان انا بستخدم مواد صديقه للبيئه بس بالمفهوم الضيق لكلمه استدامه، لا، استدامه إن لما يبقى في احنا بنسميها ده اللي هي الكوميونتي بارتيسيبيشن، يعني لما المشاركه المجتمعيه، المجتمع يشارك في نفس الاداره، زي ما بنعمل كده دلوقتي. يمكن في تحضير بقى كمان للمرحله الاولى، وداخل فيها ثلاث مراكز من محافظه القليوبيه، بنعمل جلسات المرحله الثانيه ان شاء الله. يعني فدي هيكون فيها مشاركه، احنا بدانا بالفعل مشاركه مجتمعيه، انه بيبقى في جلسات حوار، بنقعد مع العمد والمشايخ كفئة مستهدفة، بنقعد مع المواطنين في مراكز الشباب في الوحدات الصحية، بيبقى في لقاءات دايما مع المواطنين والجمهور عشان نعرف الاحتياجات الحقيقية بتاعتهم على الأرض ايه. انا ممكن ان انا زي ما حضرتك كنت بتقول كده واحنا في الكلية، انا بحط اللوحة واحط الاحتياجات من وجهة نظري كمخطط عمراني، ولكن في احتياجات على الأرض لازم المواطن هو اللي يبقى عارفها، لان هو اللي بيلمس المشكلة، فلازم اعرف منه المشكلة تحديدا، هو اللي يختار الأولويات بتاعته. طبعا انا بقى دوري ان انا اصيغ الكلام ده باحسن صوره ممكنه، وفي ضوء برضو التكاليف المتاحه. يعني لا، ما هو المتاح دلوقتي بسم الله ما شاء الله اصبحت مختلفه عن اللي كان متاح زمان. دكتور سمير بشكرك جدا، واسمح لي اقول لك ان انا دائما لما بقابل الشباب في مواقع الاداره المحليه او اي موقع، انا سعيد بيكوا جدا، الجيل الجديد اللي طالع اللي هيدير المنظومه بعد كده. وانا عارف ان العمل شاق وان انتم محملين كتير قوي، ولكن صدقني مصر فرحانة بيكم واللي انتوا بتقدموه. شكرا ليك على وجودك معايا في الحياة اليوم. انا بشكر حضرتك وبشكر فريق العمل على زيارتكم، وان شاء الله تكون زيارات بقى متكررة في المراحل الجاية ان شاء الله من المبادرة بإذن الله. شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم على المتابعة. زي ما قلت لكم في بداية الحلقة النهاردة، انا بحاول اقدم لكم صورة، قدمنا لكم زمان حاجات بتبنى، قدمنا لكم تأثر بعض القرى في محافظات كتير جدا في مصر باللي اتعمل جزئيا. أنا بادئ النهاردة مرحلة جديدة، هو أخبار اللي خلص إيه والشغل إيه، مدى تأثيره على المجتمع إيه. أهم من كل ده أرجوكم رسالة إلى كل بني آدم ومواطن مصري، أرجوكم حافظوا مع اللي إحنا بنيناه من ميزانيتنا ومن فلوس البلد، علشان إحنا بنيناه للأجيال اللي جاية. أرجوكم حافظوا عليه، لكل موظف، لكل مواطن، لكل حد بينزل يروح مركز شباب، يروح مدرسة، لكل تلميذ، لكل أب. دي فلوس مصر، حافظوا عليها، لأن تمن غالي جدا إن احنا نحاول نلحق المستقبل في الجمهورية الجديدة. شكرا ليكم. الحياة اليوم.